الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمار حيقدم نفسه وحيتكلم عن الموضوع. يخيل لي المساهمة بتاعت عمار، الأستاذ عمار عثمان بشير، في النادي الاجتماعي السوداني وفي منتدى السودان الفكري، مساهمة قيمة وكبيرة وما محتاجة لشكرها، يعني يوم شكره ما يجي إن شاء الله. الموضوع بتاع المنتدى التخطيط المالي الشخصي عمار بيتكلم وعدنا به من كم شهر، ونحن غايته نحمل عمار مسؤولية أي درهم يتصرف في غير مصرفه في من شهر 3 ولا 4 الفات، مما قرر يقدم أو من ديسمبر الف من ديسمبر أيوة من ديسمبر الفات مما قرر يقدم المنتدى ده أو المحاضرة دي. فنستمع جميعا إلى عمار، الفلور ليك، شكرا جزيلا. طيب أنا هتوكل. السلام عليكم ومساء الخير، وكل سبتمبر وانتم طيبين. الليلة 1 سبتمبر طبعا. الفكرة بتاعت المحاضرة أنا بالنسبة لي هي جديدة جدا، وأنا الموضوع كله بالنسبة لي جديد، وبالتالي المحاضرة كلها هتكون عبارة عن تعليم حجابة، يعني اسمحوا لي، لكن بحاول بقدر الإمكان إنه أدي الموضوع حقه، والموضوع موضوع كبير وعنده تقاطعات مختلفة مع علوم وموضوعات مختلفة برضو. والوقفة برضو عشان لأنه إحنا عندنا بالمثل السوداني بتاعنا اللي انتشر مؤخرا انه الكاش بيقلل النقاش، لكن الكاش اللي بيفتح النقاش. يعني اليوم نحن عندنا الموضوع ده اليوم حيفتح نقاش طويل عريض، وفيه محاولة لاننا ننزل شوية للموضوعات اللي أنا بس يعني احنا تكلمنا كثير جدا عن موضوعات تهويمات كونية داخل المنتدى هنا، لكن احنا الان نتكلم عن بعض الحياة الواقعية اللي بنعيشها في حياتنا اليومية، واللي قد يعني كثير مننا بيعتبروها انها قد تكون ما مهمة، ويمكن حتى في ثقافتنا العادية وثقافتنا اليومية انه ما بنهتم بموضوع الـ يعني الادخار والتخطيط المالي الشخصي. لغاية مساء اليوم انا كان في اعتقادي انه التخطيط المالي الشخصي ما تحول الى علم او ساينس بقدر العلوم الثانيه، لكن اليوم اكتشفت وبالصدفه انه في واحده من الجامعات الامريكيه يمكن تكساس تك طرحت بكالوريوس في التخطيط المالي الشخصي يمكن ريسنتلي قبل سنتين ثلاثه، وده بياكد انه طبعا في بعض المجتمعات اللي هي فيها موضوع التخطيط المالي نفسه موضوع معقد، يعني انت عندك في المجتمع الامريكي التاكسيشن سيستم في موضوعات مختلفه بتتطلب انه الناس يكون عندهم شيء من التخصص في موضوع التخطيط المالي الشخصي. طيب النقاش اللي حيدور عنه، طيب يعني واشد وي يعني او يعني ليه يكون في تخطيط مالي شخصي؟ السبب الاساسي اللي بيخلينا نخطط او نعمل تخطيط مالي شخصي. وكمان الى اي مدى احنا بنقدر يعني التخطيط المالي الشخصي طريقه يعني الوحيد انك تعمل موازنه ماليه شخصيه، زيك وزي اي مؤسسه وزيك وزي اي دوله بيكون عندك موازنه ماليه شخصيه او بادجيتنج بروسس زيك وزي اي جهه موجوده. وبنفس الطريقه حنتكلم عن كيف يمكن ان نعد الموازنه الشخصيه، وحنتكلم برضو عن طيب كيف يمكن ان ندير الاموال بتاعتنا، لانه مهما قلت على فكره يعني انا برضو عاد اشير هنا انه المحاضرة ومحتواها ما موجه بس للناس اللي عندهم يعني مكتنزين المال، مهما قل المال اللي عندك، وعلى فكرة التخطيط المالي الشخصي بيحتاج له الشخص محدود الدخل أكثر من الشخص اللي دخله غير محدود. وطبعا دي برضو افتراض مصري، لأنه الكل في الدنيا الدخل محدود، يمكن الاقتصاد نفسه مبني على نظرية الندرة واللي هو ساينس اوف سكارسيتي، هو علم الندره، والمورد المالي مورد يعني نابض او هو مورد محدود زي المورد الثاني،
اذا نحتاج احنا الى تخطيط مالي شخصي في كل مرحلة. طبعا لا يمكن الحديث عن التخطيط المالي الشخصي اذا ما تكلمنا عن التعامل مع مؤسسات يعني مؤسسات التمويل، اذا كانت بنوك او ما الى ذلك، كيف يمكن ان نتعامل مع هذه المؤسسات؟ لانه اليوم جزء كبير جدا من مصاريفاتنا او يعني نسبه من مصاريفاتنا قد يكون معظم الموجودين بيستخدموا ما يسمى بالكريدت كارد او عندهم قروض او او او. كيف يمكن ان نتعامل مع المؤسسات على التمويل؟ وشنو المخاطر اللي ممكن نتوقعها؟ وكيف يمكن ان نتحاشى هذه المخاطر؟ في نفس طبعا في نهايه المحاضره انا بتكلم عن كيف يمكن ان نعيد خطه للادخار الشخصي، وفي مجموعه من النصائح اتمنى ان شاء الله تكون مفيده بالنسبه للموجودين. طيب طبعا قبل البدايه انا عايز اقول انه المهم في العالم الموجود الليله انك يعني مهما حاولنا اننا نترفع عن الشان المالي، احنا نحتاج اننا نجلس في الارض، وزي ما يعني قالوا هل في واطه تقضي وتشوف هل عندك كم وحتصرف كم وكيف وليه. ويمكن عشان كده احنا يعني كل ما يعني العالم تحول الى ماديات، كل ما الثقافه المحليه ابتكرت يعني احنا عندنا يمكن المصطلح المالي تحول الى مجموعه من المصطلحات، الكاش قبل النقاش ولا ضحاكات ولا نكتوت ولا جنزب، يعني مجموعه من العبارات اللي ظهرت مؤخرا واللي هي بتوري انه يعني محور حياه الناس كله تحول حول الماديات. صحيح؟ ويمكن اللي هو الشاعر اللي قال ان الدراهم في المواضع كلها تكسو الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتال. دي احنا من الأبيات اللي احنا درسناها في المراحل الدراسية في كان كتاب اسمه المطالعة التوجيهية، أتذكر كان لا. طيب عموما في نفس الاتجاه، لا تتوقعوا من المحاضرة دي انها تدي كل الصور، لكن كلنا نعتبر انه وانا شخصيا معكم ان المحاضرة دي عبارة عن ويك اب كول بالنسبة لنا كلنا. أننا نولي اهتمام وعناية بموضوع التخطيط المالي الشخصي أو البيرسونال فاينانشال بلان. لأنه مهما كان إذا في حلول جاهزة، قد تنفع الحلول مع دكتور عبد الرحيم لكن ما تنفع معي شخصيا، أو قد تنفع مع زيد من الناس وما تنفع مع عبيد من الناس. الحلول اللي قاعدة تتواجد أو اللي يمكن توجد في إطار هذا الموضوع يعني ما في one standard solution can fit for all، ما موجود، لكن في مجموعة من البراكسس يعني استخدموها الناس و they followed it وصلوا فيها إلى نتائج حققت لهم التوازن المالي أو الحياة المالية الصحية. طبعا مهم جدا أنك يعني التعامل مع المال باعتبار أنه مورد محدود وباعتبار أنه مهم جدا أنك يعني تديره بشكل حكيم وبشكل يعني يضمن لك انك او استمراريه مواردك الماليه. طيب هل يعني الكل اللي موجودين تتصور انه في مرحله من مراحل حياتنا كلنا مرينا بالحاله دي؟ صحيح؟ اللي هي انك بتكون طبعا في زمن من الازمان كان الواحد يوم 20 في الشهر او بيكون خلاص، وفي زمن من الازمان يعني اليوم في بعض الناس من يوم 5 يقول خلاص يعني الجيب صح؟ فده يعني اللي موجود قدامنا يعني ساوندز فاميليير بالنسبه للكل. وقد يكون في واحد ثاني يوم 29 عنده ما لا يزيد عن 30 50 درهم. اللي هو انا شخصيا مريت بالمراحل دي كثير جدا، ويعني مهم انك انت لانه مهما كان محدوديه دخلك يجب ان تضع بعين الاعتبار انك انت عندك مصاريفات محدده بتصرف لغايه ما يجيك الدخل او الشهر اللي بعده، وده موجود في كل مكان. واعتقد ما حد يعني ما في واحد من الموجودين حيقول انه انا ما مريت بهذه المرحله، الا قد يكون يعني واحد من يعني من يوم يكون يعني كده. طيب لماذا نفقد السيطره على مواردنا الماليه؟ ده سؤال مهم جدا.
الكل اللي موجود يقدر السيطرة على الفاينانشال ريسورسز مهما ازداد دخله. وكل واحد فينا لما يرجع بذاكرته لما كان مرتبه 5 ولما كان مرتبه 50 هل اختلف الحال؟ ولما كان مرتبه 1 في كل الاحوال انت في حاله سعي دائم او في حاله شح دائم ومن يوق شح نفسه. تمام. دائما احنا عندنا طموحاتنا اكثر من امكاناتنا الجنس البشري كله، ودي ليست حكرا على جنس بعينه وليست حكرا على يعني اي طائفه بعينه، انما الكل يعني في كل الاحوال احنا طموحاتنا دائما بتكون اكثر من امكاناتنا. وحنشوف بعد شويه هل احنا بنقدر اننا نفصل ما بين النيدز اند وونتس متطلباتنا ورغباتنا. دائما يعني اللي هو يعني بيحصل التبذير لما نتعامل مع المتطلبات باعتباره او لما نتعامل مع الرغبات باعتباره متطلبات. هنشوف بعد شويه كيف ممكن نتعامل مع النيدز اند وونتس وكيف يمكن ان نصنف المصنفات بتاعتنا الى نيدز اند وونتس وكيف يمكن ان يكون عندنا خطه للانتخاب. طيب السلوك الاستهلاكي المفرط ده طبعا مع المجتمعات الحديثه وتطور المجتمع والثقافه الموجوده وثقافه الاستهلاك والشوبينج مولز وانت في كل مكان محاصر وانت في دعوه مفتوحه لك من كل الجهات بانك تستهلك. ولو استجبت لكل الدعوات دي يعني حتظل عمرك كله في حاله استهلاك متواصل. الالتزامات الماليه الغير متوقعه. ويمكن كلنا طبعا باسرنا الممتده واسرنا الصغيره دائما تمر بين يعني التزامات ماليه غير متوقعه. ودي برضو لما يكون عندنا بادجت او يكون عندنا فاينانشال بلان لازم يكون في نسبه مخصصه زي ما اي مؤسسه عندها اللي هي الامرجنسي فوندز او ما يسمى بتعمل محفظه للاشياء غير متوقعه. صح؟ الكونتينجنسي. تمام. سوء تقدير لمساعد الدخل والانفاق. طبعا مساعد الدخل ما اعتقد في دول في الدنيا ما عارف دخله. لكن الانفاق هو اللي احنا ما قادرين يعني اصلا نتوقعه بشكل صحيح. صحيح؟ طيب دي يمكن الاسباب الاساسيه اللي بتخلينا دائما احنا في حاله شح مادي ومالي. وقد يكون في اسباب ثانيه لكن دي محاوله اني بس لملمت اطراف الموضوع. طيب لماذا نحتاج الى التخطيط المالي الشخصي؟ واللي هي اجابه على السلايد اللي قبليها انه محدوديه الدخل والموارد. وانا هنا بقول انه الشخص اللي يعمل بمرتب واللي عنده صاحب عمل وكل الناس دخلهم محدود. نحتاج الى اننا نقلل تكاليف المعيشه والنفقات الشخصيه. يعني في كل الاحوال مهما كان. نحتاج اننا ندخر لمشاريعنا الحياتيه. لانه كل واحد فينا بيتعامل عنده مجموعه من المشاريع الحياتيه، اذا كان عايز يبني بيت في مكان ما، ولا اذا عايز يدرس اولاده في احسن جامعات العالم، ولا اذا هو عنده مشروع استثماري، ولا هو بيشارك في مشروع خيري، ولا ايا كان عندنا مجموعه من المشروعات الحياتيه نحتاج اننا واعتقد يمكن كلنا في مجتمعنا السوداني لما يكون في واحد في عمر ال 30 في نص ال 30 كده بيقوم كل الاسر يعني ما تزوجت يعني في اللحظه دي هو بيكون محتاج انه يكون عنده سوليد فاينانشال بلان. اعتقد كل الموجودين قبل ما يدخلوا في مشروع الزواج دخلوا في انه يعني هاو ذي كان بالانس موضوع انك انت توفر مبالغ طائله لموضوع الزواج واللي هو برضه مشروع حياتي مهم. التخطيط لمرحله التقاعد. طبعا في الوضع الطبيعي انك التقاعد مرتبط بعملك الحالي ودائما في صناديق التقاعد الموجوده وصناديق المعاشات اللي موجوده، لكن في كثير مننا برضه اليوم وبالذات لما تكون انت موجود في بلد يعني غير بلدك ما عندك اللي هو التامين لمرحله التقاعد. اعتقد لو ما 99% يعني على الاقل 90% من الموجودين ما عندهم بنشن فوند. صح؟ البنشن فوند
اذا هي ما متوفره طيب يعني المفروض انت على الاقل يو نيد تو ورك يور اون بيشن فاند بطريقه او باخرى. اذا ما متوفر لك انك انت تعمل يعني مدخرات لمرحله التقاعد لانه في المراحل الجايه من البشريه ما اتوقع انه الانسان يكون قادر يستهلك نفسه في الحياه العمليه زي الزمن السابق بوجود كل الحياه اللي موجوده اليوم في العالم. فبالتالي التخطيط لمرحله التقاعد مثلا مهمه، الاداره الرشيده للمدخرات والدخل الشخصي برضه يعني اللي انت يعني ستيل الموارد اللي عندك تحتاج انك تديرها بشكل راشد. طيب دي الدوره المعروفه. انا يعني ستيل الكلام قد يكون شويه لتبت نظري لكن شويه بعد بشرح لك عن بعض الحاجات العمليه. في الدوره العاديه العلاقه ما بين الدخل والاستهلاك والاستثمار والادخار واللي هي الدوره الاقتصاديه المعروفه للشخص العادي. لا يمكن اصلا باي حال من الاحوال يكون في ادخار الا اذا كان اللبن الاستهلاك او السبيند او الكونسومشن، لانك انت لو ما قللت استهلاك ما حتصل لمرحله الادخار ابدا وما حتصل لمرحله الاستثمار. يعني اذا بدايه انك تتعامل مع دخلك بشكل حكيم في مرحله يعني الصرف او الانفاق، تتعامل مع الانفاق برضه بشكل اكثر حكمه، تعمل ادخار، توصل لمرحله انك تستثمر، والاستثمار ما بالضروره انك انت يكون عندك شركات ومجموعه على شركات وكذا، او يكون عندك اسهم في كل الشركات يعني العالميه. طيب وين بتمشي قروشنا يا جماعه؟ يعني كل واحد فينا كده يعني لو سال نفسه السؤال ده في نهايه الشهر واحنا لقينا بس يعني المصادف انه اليوم 1 سبتمبر اول يوم في الشهر، لو 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 اي واحد فينا سال نفسه انه وطبعا شهر اغسطس كان شهر طويل كده اللي هي واحد زميل لي في العمل لما جينا الصباح قال لي يا اخي اغسطس انتهى يعني كده بتعب شديد لانه فعلا اغسطس كان شهر طويل يعني والصولوم تمام. يمكن السؤال بتاع انه يعني وير داز اور ماني جوز، يعني دائما احنا يعني الواحد بيسال نفسه طيب يا اخي انا صرفت كم مره، يعني دائما داخلين في حاله دي. طبعا في ناس اللي هم شديدين زي ما بقول تمام يعني عندهم طريقتهم لمعرفه انه واللي هم ديل اللي هم البيست براكتسز اللي حنتكلم عنها. في ناس قادرين انه يعرفوا بالضبط وين مشت القروش اللي صرفت من يوم واحد لغايه يوم 31. في ناس موجودين انا اي نو ذم بيرو طيب يمكن ما واضح انا دي دراسه اجراها واحد من البنوك الموجوده في الامارات في الدوله وحاولوا بقدر الامكان انه يتوصلوا الى نسب توزيع الموارد الماليه الشخصيه. فاللي يقول انه 25% قاعد تمشي اللي هو السكن، اذا كان هو ايجار ولا اقساط ولا مورجز ايا كانت هي، لكن يعني 25% من دخل الناس ما صحيح. قد يكون مصحح يعني انا قلت دي دراسه عملها واحد من البنوك ما بضروره كل معلومات صحيحه. طبعا الدراسات اللي من النوع ده تجرى على عينه بحثيه، والعينه البحثيه بتطلع نتائج تستخلص. قد يكون العينه البحثيه 1000 نفر 2000 نفر 3000 نفر اي دون نو تمام. ال 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 اذا 25% بالنسبه للناس هي تمشي يعني السكن او الهاوس عموما، واللي حتى من ضمنها قد يكون اليوتيليتيز مصروفات الكهرباء والمياه والفواتير اللي هي يعني عموما في اللي هي مصروفات الانتقال 15%، واللي هي انت عندك معظم الناس اللي يعني اللي موجودين ممكن بتذكر النسبة دي في واحدة من إدارات المرور قال إنه 60% من العربات اللي ماشية في الشارع عليها أقساط. معظم الناس يعني ما في يعني عربية ماشية في الشارع وهي إلا عليها أقساط معظمهم. الوقود، السيارة، العربات والتأمين.
طبعاً في الجانب المدخرات اللي هو دي نسبة 12% ودي برضو تتراوح. يعني أنا شفت بعض الناس بيقولوا إنه نسبة الادخار في الإمارات في بعض المجتمعات بتصل لغاية 20% اللي هي ساوث إيشيرس وكده، وفي بعض المجتمعات أقل من 2% اللي هم الإماراتيين، وبعض المجتمعات العربية ما بين 5 إلى 8%. لكن عموماً this is an average إنه يعني حجم المدخرات اللي بي يعني يستطيع الناس انه يدخروه بشكل شهري هو ما يساوي 12% من دخل الناس. في مستلزمات المعيشه العاديه اللي هي مشتريات ما يسمى بالجمعيه او الجروسز، تمام، واللي هي برضو يعني لما نتكلم بعد شويه عن النصائح عندنا دائما احنا كلنا رجال ونسوان قاعدين نعمل موضوع اللي هو ويندو شوبينج، بنمشي الجمعيه ولا نمشي اي حته ولا عندنا لسته ولا عندنا ورقه ونشيل بنلم اللي موجود ونطلع المحتاج اللي هو المحتاج. ال 8% عباره عن اقساط القروض والتمويل، وبرضه يعني واحده من 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 المصاريفات المهمه جدا عند الناس انه كيف يغطوا الكريدت كارد، كيف 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 كيف، دي كل اشياء موجوده ومهمه. طبعا الترفيه واللي هو حاليا يمكن النسبه شويه تبدو عاليه لكنها على حسب التراث الموجوده فعليا يعني قد تندهش لما تقول انه 30% من دخل الناس بيمشي في حياتها اللي هي ملابس وقد تمشي لأكل في مطاعم، لكن حتشوف انه الرقم واقعي لو مشيت في اي ويكند في اي واحد من المولات الموجوده في البلد شفت عدد الناس اللي قاعدين تاكل في المطاعم. يعني انا بالنسبه لي كان الرقم صادم، لكن عموما انا اثق في صدقيه البيانات اللي جات من اذا كان احنا دي يعني الاتجاهات اللي بتمشي فيها الاموال بتاعتنا، كيف نتعامل مع 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 الصوره دي؟ واعتقد ان الصوره دي ما صوره مثاليه، صح؟ لانه الادخار ماخذ نسبه ضعيفه، الترفيه واللي هو احنا دائما عشان احنا نفرق ما بين الضروريات وغير الضروريات needs and wants، طيب اعداد الموازنه الشخصيه الشهريه عندها مجموعه من الانبوتس او المدخلات تبدا بانك انت تحسب بشكل دقيق الحجم الكلي اللي دخلك، وقد يكون معظم الناس قادرين يحسبوا على انه المرتبات محدوده ومعروفه، لكن بعض الناس برضو اللي قد يكون شغالين في القطاع الخاص وكده قد يكون في فلكشويشن في نسبه الدخل، قد يكون في بعض الالاونسز اللي ما قاعد تصرف بشكل شهري، قد يكون في بعض الناس اللي قد يكون عندهم مصادر دخل اخرى، قد يكون، لكن عموما مهم انك تكون عارف بالضبط كم دخلك الشهري. المرحله الثانيه انك تحدد ما يسمى بالمصاريف والتكاليف الثابته fixed expenses، لأن المصاريف الثابتة دي أو ما يسمى بالoverheads في لغة الaccounting يعني العليك عليك، ما في يعني ما عندك أي طريقة إنك تتنازل عن المصاريفات الثابتة اللي عندك واللي هي الإيجارات. في معظم الناس بيرسلوا مبالغ شهرية لأسرهم الصغيرة والممتدة، وده مبلغ أفتكر معظم الناس يعني مهما يعمل ما يعني لازم يمشي. والمدخرات الشهريه افتكر برضه تثبت، التعليم، اقساط القروض، موضوع الصناديق او الجمعيه زي ما بيسموها احنا يعني اول برضه يعني انا يمكن واحده من الثقافات المهمه والمفيده جدا واللي نحتاج اننا نفعلها في موضوع التخطيط المالي الشخصي، زائد الاشتراك في الجمعيات الخيريه اذا كان في واحد او ناس بتشارك في الجمعيات الخيريه. المرحلة الثانية انه احنا نتعامل مع مصروفاتنا المتغيرة واللي هي حاليا برضه فواتير الكهرباء، الانترنت، التليفون، الصيانة، الجروسريز او الجمعية، والمصاريف العناية الشخصية واللي برضه يعني ماخذة جزء بالذات بالنسبة للنساء موضوع الصواليل وكده وكلنا يعني ويوبر يعني كيف يعني المصروفات الموجودة. واخيرا الترفيه، والترفيه
يشمل اشياء كثيره جدا من ضمنها الاكل في المطاعم من ضمنها الصيامات من ضمنها ايش. الموازنه الماليه الشخصيه زي ما قلت لك في البدايه انه كل واحد فينا محتاج يكون عنده موازنه ماليه شخصيه. والموازنه الماليه الشخصيه بتساعد في انك انت تتابع دخلك ومصاريفك، تعمل تراكن كامل زي ما بتعمل تراكن. يعني اي واحد فينا في عمله العادي يعني بيعمل تراكن اشياء مختلفه، لكن دخله وانفاقه برضه لازم يكون في تراكن له بشكل مستمر، لانك حتعرف بالضبط كم انت بتدخل وكم بتصرف، والموازنه حتساعدك في انك توفر تدخل بشكل اكبر، وبتساعدك في انك تقلل النفقات والمصاريف. طبعا تقليل النفقات بيتم عن طريق اننا نتعامل مع النفقات غير الضروريه او المصاريفات غير الضروريه، واللي هي عاده تكون نسبتها كبيره جدا زي ما شفنا قبل شويه في نسبه الترفيه اللي موجوده، ونوظف المال المدخر للاهداف او المشروعات طويله المدى او بعيده المدى، وبرضه كمان نقلل حجم الديون، لانه واحده من الاشياء الخطيره جدا انه حجم الديون اللي هي اذا كانت ديون شخصيه ولا اذا كانت ديون للبنوك اللي هي بتاخذ جزء كبير جدا من دخل الناس ولا تساعده في انه يدخر بشكل منتظم. الادخار للتعليم الجامعي للاطفال، يمكن انتهى الزمن اللي يكون اللي كان فيه كل الناس تعتمد على الدوله في التعليم الجامعي. حتى اليوم المواطنين بعد يعني الدوله وفرت معها، لكن بحثا عن فرص التعليم الافضل تحتاج انك تخطط لتعليم اطفالك في المستقبل، لانه منافسه الاطفال في المستقبل في سوق العمل تعتمد على نوع التعليم اللي تلقوه. ومن الظلم للاجيال دي انها تدرس في اماكن قد ما توفر لهم التعليم الجامعي او حتى التعليم الاساسي المنافس اللي بيأهلهم للمستقبل. ودي مساله مهمه. الاستثمار للتقاعد ده برضه مهم. الادخار لقيام بمشاريع استثماريه او حياتيه ضخمه تكلمنا عنها قبل شويه. طيب الخطوات يمكن واضحه تكلمت عنها قبل شويه. الخطوات بتاعت انك تبدا بانك تحتسب الدخل الشهري بشكل دقيق، تحاول بقدر الامكان انك تحدد مصروفاتك، تعمل تراكنج كامل. طبعا التراكنج هنا مهم جدا انك تستوب. يمكن في الاكسل اللي هو مايكروسوفت وورد موجود في الانترنت مجموعه من السوليوشنز او التمبليتس او النماذج الجاهزه، وهي يعني عباره عن قوالب، والقوالب دي او النماذج او التمبليتس فيها تساعدك على انك تعمل تراكنج كامل لكل المصاريفات وتبويب كامل ومقسمه على ايام الشهر وعلى شهور السنه كلها. يمكن انا شخصيا كان عندي واحد يعني اكسل شيت توقفت قبل 6-7 سنوات من اليوم كويس. على كل الاكسل شيت دي مهمه جدا، وانا بتمنى انه كل واحد من الموجودين يبدا يعني بكره بعد بكره، وافتكر اليوم يعني 1 سبتمبر مناسب جدا اول يوم في الشهر، كل واحد فينا يمشي من هنا وبكره يفتح اكسل شيت، حتى لو ما في ده حتى كل التمبليت اللي موجود في الـ في الـ في الـ في الـ في الانترنت اذا ما تمكن انه يلقاه او اذا ما تمكن انه تداونلود، افضل انه الواحد فينا يبدا يعمل تراكنج داون لكل المصاريفات، لانه يعني ببساطه شديده يمكن لو لاحظتوا عموما حاليا حاولنا حتى الفواتير ما قد يعني ما عدنا نحتفظ بالفواتير صح؟ وما عدنا يعني حتى في انا شفت كثير من الناس لما هم يكونوا في الصف الجامعي الواحد بيدفع والورقه جايه مرماها او دخلت جيبه بدون ما حتى يشوف يعني يعني انا يمكن الاسبوع اللي فات وانا في بالي موضوع يعني المحاضره حاولت بقدر الامكان ارصد التصرفات بتاعت الناس قدام الكاشير، واللي هو يعني يمكن نسبه كبيره جدا من الناس ابدا they never look at الحاجه اللي بيعملوها سكان دي اساسا. معظم الناس بياخدوا الفاتوره يا اما رماها او دخلها في جيبه او دخلها في واحد من الاكياس زي ما انا قاعد اعمل، قاعد ادخل فاتوره في واحد من الاكياس اللي بتكون موجوده وبطلع بشيء. ال 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 دي المفروض انه الفاتوره دي اول ما طلعت من الجمعيه
تصل البيت الاكس شيت بتاعتك وتنزل الرقم ده او تلم الفواتير كلها في نهايه اليوم زيك وزي اي محاسب زيك وزي اي واحد يعني كانت الدونكي زي ما قالوا زمان عندنا كانت الدونكي بيكون نهايه اليوم كده بيطلع بيعمل رصد للناس اللي بيعرفوا كانت الدونكي لكن عموما دفتر يومي نحتاج ان انا نجلس بشكل يومي نخصص جزء من يومنا لموضوع تاكل النفقات لان انا زي ما قلت في البدايه ان انا موضوع حصر الدخل سهل كلنا موظفين نستلم رواتب صح لكن مهم جدا ان انا نجلس في الارض ونكتب كل المصاريفات بتاعتنا مهما قلت مهما قلت وما عيب انك تطلع تتغدى مع اهلك في حته ما وتصرف مبالغ لكن لما تكتبها ما هتكرر الموضوع تاني مره في الشهر صح؟ هو فعل الكتابه ده مش انه بس يعني ما لغرض الكتابه فقط لكن لغرض الاحساس النفسي بانك انت كم صرفت اللي هو يعني وعيك الباطن بي 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 يعني بتجي حاله التفكير في انه طيب يعني انا صرفت كده ليه؟ وهل اذا انا استمريت اصرف بالطريقه دي هل حيكون يعني حيفضل جزء من المرتب بتاعي؟ ما حيفضل صحيح فده اعتبر يو هاف تو ستوب في حته تحديد المصروفات والنفقات الثابته وتشاكي بشكل يعني دائما يومي ونتعامل معاه بشكل يعني اكثر حكمه واكثر موضوعيه. طبعا تحديد النفقات والمصروفات غير المهمه التي يمكن الاستغناء عنها. في اطار عمليه التشاكينج نفسها والرصد تستطيع ان تحدد ما هي المصروفات او النفقات اللي يمكن الاستغناء عنها. وياما في اشياء يمكن الاستغناء عنها. صح؟ في كثير انا يمكن لاحظت ان بعض الناس في كثير من الاماكن يحرص الواحد فيه انه يكون ساكن قريب من مكان عمله. عشان يشغل عربيه الصباح لا يعمل يحش ولا يتكسر. انا بعرف يعني عدد كبير من الناس بيحرصوا حرص تام انه ما يكون ساكن بعيد من مكان عملك ممكن ده هو ده مثل للاشياء اللي احنا ممكن نتعامل معها بانه نخفض او نخفف من مصروفاتنا الشهريه غير المهمه الترفيه او الاشياء الثانيه قد تكون مرتبطه بموضوع المصروفات غير المهمه. طيب السؤال المهم يعني how we can manage الجزء اللي عندنا how we can manage يعني الاموال اللي موجوده عند كل واحد فينا. الاجابه طبعا سهله وبسيطه جدا اننا نحدد اولوياتنا في الحياه بدايه واعتقد تحديد الاولويات في الحياه هنا مرتبط بالتخطيط يعني في الحياه عموما ودائما في او في كثير من الاحيان قد تختلط الاولويات بالنسبه لكثير منا. هل هو يعني هل احنا يعني توجهنا في الحياه توجه استهلاكي ولا توجه مختلف؟ يعني يجب كل واحد فينا يحدد اولوياته الحياتيه ومن ثم تحديد الاولويات يساعد في اننا نحدد ما هي المصروفات الضروريه وغير الضروريه. قد يكون الترفيه والذهاب الى السينما اهم لزيد من الناس من مثلا انك انت هتعلم اولادك في مدرسه ايا كان. في يعني فروقات في النظره للمصاريفات المختلفه. قد يكون مثلا بعض الناس الاشتراك في الجمعيات الخيريه اهم له من انه هو يصرف على نفسه. فتحديد الاولويات في الحياه بيساعدنا في اننا نحدد ما هو ضروري وما هو غير ضروري وبالتالي ده بيساعد في انك تحدد ما هي المصروفات يعني الغير ضروريه وتقلل فيها. طبعا في حالة يعني تقليل النفقات يعتمد على حجم الأسر وعدد الأطفال. إذا في شخص عنده هواية مكلفة في ناس عنده هواية مكلفة إذا كان حتى من ضمن السفر أو أي حاجة ثانية. إذا كان مستوى الدخل غير ثابت وبرضه في زي ما قلت الناس اللي شغالين بالذات في القطاع الخاص قد يعانوا من مسألة إنه الدخل قد يكون غير ثابت وغير منتظم وبالتالي تحتاج تضبط نفقاتك بشكل سريع. مخاطر التمويل او التعامل مع المؤسسات التمويليه ومساله مهمه جدا واعتقد
كلنا او معظمنا قد يكون تعامل مع البنوك والمصارف تقليديه واسلاميه، وانا بالنسبه لي كله واحد. لكن anyway السؤال الاساسي والمهم، هل يعني وكل واحد يسال نفسه انه هل يعني كل واحد فينا يقدر او يستطيع انه يسدد الاقساط الشهريه؟ لانه في لحظه انت بتكون محتاج لقرض شخصي، الاولويه للقرض وليس الاقساط، صح؟ معظمنا بيكون في لحظه التوقيع على التوتال لاين ده بيكون بيفكر في انه هو عايز عربيه، ولا عايز يشتري بيت، ولا عايز مبلغ محدد عشان يحل لهم مشكله محدده. قد يكون اقل اولوياته في اللحظه دي حيكون المبلغ الشهري اللي حيدفعه البنك، واقل اولوياته حتى الالتزامات والديون الاخرى الموجوده عنده. لانك لما تمشي للبنك وانت عايز، يمكن حاليا المصرف المركزي في الامارات واحده من القرارات المشهوره انه لا يجب ان يتعدى الاقساط الشهريه اللي انت بتدفعها 60%، 25% افتكر 40 ل 60. يعني يجب ان يكون عندك 60% من دخلك يذهب لمصروفاتك الشخصيه، وقد البنك المصرفي يسمح ب 40% من دخلك انها تمشي للاقساط واقساط التمويل. اذا مهم جدا اننا نشوف حجم الالتزامات والديون الاخرى اللي موجوده عندنا، وبناء عليها نتخذ القرار المناسب في التمويل. برضو السؤال مهم، طيب اذا انا اخذت تمويل وقعدت في اقساط، طب وات اف انه واحد فينا فقد شغله الحالي، هل القرض مؤمن؟ هل في تامين على الحياه؟ هل البنك حيدفع؟ منو الجهه اللي حتدفع؟ لانه في الاخر دي التزامات عليك. فده واحده من المخاطر الاساسيه والمهمه اللي يعني لازم نفكر فيها، انه اذا حصل لا قدر الله واحد فقد عمل لاي سبب من الاسباب، لانه في بعض القروض وانا بعرف بعض البنوك وحتى يعني في الكريدت كارد ما بيكون في تامين. اذا حصل عجز باي سبب من الاسباب يتحملوه الورثه. وحصل يعني شفت في بعض يعني البنوك حصلت مشاكل ومحاكم بسبب القروض او الكريدت كارد ما فيها التامين الكافي اللي يقدر او يمكن الورثه من انه يسددوا اقساط التمويل. المده المناسبه لسداد التمويل، طبعا المده وسعر الفائده او الانترست ريت دائما في علاقه بيناتهم، وكل ما زدنا المده كل ما زاد المبلغ اللي حيمشي البنك، صحيح؟ لكن احنا نتخيل او نتوهم كل ما زدنا المده لانها بتقلل القسط الشهري، صحيح؟ لكن مهم جدا، عشان كده البالانس مهم ما بين الاقساط الشهريه والمده وسعر الفائده او الانترست ريت، صحيح؟ يعني لازم نعمل الحسبه دي، يعني ما نتوهم، يعني احنا يعني برضو بدون ما نحسبها كويس، انه لما انا بدفع قسط شهري قليل انا ما حدفع المبلغ، لا بالعكس، كل ما تدفع اقل شهريا كل ما انت دفعت للبنك ارباح اكثر. والحسبه تختلف ما بين 36 شهر ولا 48 ولا 60 والمضاعفات 72 وانت ماشي. كل ما زاد عدد السنوات كل ما البنك نهشك نهش، كل ما اخذ منك كل ما عندك. ولما تحسبها يعني ما اخذ 50,000 على 5 سنوات على 5% يعني ال بالضبط، يعني انت حترجع للبنك اولموست دبل 3 اضعاف. اذا مهم جدا اننا نحسب الحسبه دي ونتعامل معها، ودي برضه محتاجه الى بروبر اكسل شيت. جينا وبينا ما المفروض واحد يدخل في خط الا اذا كان عنده اكسل شيت. ما اعتقد اليوم في واحد فينا قاعد يشتغل في مكان عمل وما قاعد يتعامل مع الكمبيوتر، صحيح؟ نتعامل مع الكمبيوتر، نتعامل مع اكسل شيت، نعمل تراكنج داون لكل حاجه، وبالذات لحظه اتخاذ قرار. يمكن حاليا في بعض البنوك الكويسه بترسل للناس الكالكوليتر بتاعت اللون وكيف الاقساط الشهريه، لكن برضه انت تحتاج انك تتعامل مع الموضوع بالنظر الى التزاماتك الماليه الثانيه، لان البنك ما عنده علاقه بالتزاماتك الماليه الثانيه وما عنده علاقه بها اساسا. ومهم جدا اننا نتعامل. طبعا نسبه ارباح البنك برضه حاليا في تفاوت كبير جدا
ما بين القرض الشخصي والقرض السكني والكريدت كارد وما بين بنك لبنك في الثلاث حيات الأساسية يعني اللي ذكرت عنه دائما قاعد يكون فرق. والفرق ده لو شوية احنا قعدنا وعملنا الاكسرسايز او الهوم ورك بتاعنا هنصل الى اننا يعني ناخد افضل سعر فايدة خد هنصل لافضل سعر فايدة يمكن اننا ناخده من البنك. لانه اذا انت اكتفيت لمجرد النفورة اللي جيتك قدام الباب لإعلان لبنك ما عنده قروض ما تعرف 20 ضعف من الراتب و 40 ضعف من الراتب وما تعرف 100 ضعف من الراتب، إذا اكتفينا بالورقة اللي بتجينا قدام البيت أو اكتفينا بالإعلان في الجريدة ما حنصل لأفضل خيار تمويلي متاح في السوق. دي مسألة مهمة جدا ومجرب، يعني يجب أن تسأل أكثر من 4-5 بنوك وتشوف اللي موجود والمتاح من أسعار الفائدة اللي تساعدك أن تختار الخيار التمويلي المناسب اللي يحقق لك اللي التوازن المالي اللي أنت هتحتاجه. طيب في التعامل مع الوسائط التمويلية برضو كمان نحاول بقدر الإمكان، ممكن دي نصائح مهمة، أننا نحاول أن نجمع وندمج قروضنا والتزاماتنا المالية في مكان واحد عشان تسهل إدارتها. تلقى واحد عنده قرض في بنك المشرق وعنده كريدت كارد في دبي الإسلامي وعنده قرض سكني في بلد ثالث، وبالتالي يعني دي يعني إدارة الثلاثة قروض محتاجة لها موظف فول تايم إمبلوي. كونسوليديتنج اللونز بتاعتنا كلها في مكان واحد مهم لمساعدتنا في أننا نتعامل مع هذه الأشياء على فكرة. حتى حساب البنكي أنا يمكن يعني برضه يعني سؤال أو استفسار للموجودين، 200 آخر مرة شفنا الفاينانشال او اول يعني الستمنت اوف اكاونتس اللي بيجينا من البنك وحسبناها واحده واحده. يعني اعتقد من الموجودين حيكون في 10% او 5% دعنا يعني في احسن حركه انه في واحد جاب الستمنت بتاعت الكريدت كارد وجاب الستمنت بتاعت الحساب البنكي وعمل رصد كامل دخل طلع. على فكره يعني لا يجب ان نثق بشكل اعمى في الموظفين اللي شغالين في المؤسسات دي لانهم مش وفي الاخر يعني الترانزاكشن اللي بتحصل في حساباتنا ما هي اليه، في موظف بيعمل ديت انتري والموظف ده يا ما حصل يا اما زاد صفر او قلل صفر، صح؟ يعني زاد صفر طبعا يعني خير وبركه لكن برضه مشكله وهي قاعده تحصل لكن ما قاعده لكن المهم هنا انه يعني بقدر الامكان نحاول اننا نرصد ونطابق ما بين زي ما اي محاسب بيعمل بانك ريكونسليشن اصلا، صح؟ البانك ريكونسليشن يعني وظيفه لكن انت برضه محتاج انك تعمل بانك ريكونسليشن مع الاستمنت اللي بتيجي من البنك، لانه اذا ما عملت كده قد يكون في حاجه يعني دخلت في حسابك بشكل غير او حتى على فكره وطبعا اخطر استمنت هي الكريدت كارد استمنت، لأن حساب الانترست فيها على مدى أيام مش شهور. في بعض الناس بيحسبوا 55 بعضهم 54 بعضهم 30 بعضهم 40 على حسب أنت you need to know in advance. البنك بيحسب الانترست ريت بتاعه بعد كم يوم، لما تشوف الستيتمنت بتاعتك you have to check، لازم تعرف أنه البنك هل حسب بطريقة صحيحة ولا لا، وهل النسبة المتفق عليها هم مراعينها ولا لا، وفي تشارجز غير الأشياء يعني بتاعت التمويل اللي موجودة ولا لا، لانه في كثير من البنوك في هيدن تشارجز انت قد تكون ما حاسس بها. زي مثلا انا كشفتها انا شخصيا مع واحد من البنوك بعد سنه كامله انه قاعد ادفع حاجه لايف انشورنس شهريا. ففوجئت انه يعني الرقم متكرر. يا جماعه انا ما عايز لايف انشورنس، ليش انا ما عايز لايف انشورنس؟ البنك ما يعني معظم البنوك ما قاعد تشاور الناس في كثير من الاحيان اللي بتحصل في حياتنا. فمهم جدا انه الواحد ما يت مراجعة سعر الفايدة مهم جدا مع البنوك. النصيحة الأخيرة والمهمة جدا أنا بالنسبة للكريدت كارد نحاول بقدر الإمكان أن تزيرو بالانس الكريدت كارد بشكل شهري. إذا قدرنا نعمل العملية دي كل واحد فينا بيكون عايز سعيد، إنك أنت بشكل شهري ما يكون عندك أي outstanding amount في الكريدت كارد بالانس.
مهم جدا اننا نحاول بقدر الامكان. هي اصلا وجدت الكريدت كارد وتعاملت عشان الناس يكون عندهم كريدت واسمها يعني اسمها كريدت كارد، لكن بقدر الامكان نحاول اننا نصفر الحساب او الرصيد بشكل شهري، ولو حتى ممكن نعمل ستاملي وورد بانه البنك يخصم شهريا. طبعا دي يعني بس ده يعني قرار يجب ان يحسب حساب فيه انك انت اللي موجود عندك بيكفي، عشان برضه طبعا ما يتحسب عليك اوفر درافت ومصاريف تمويليه دائما قد تكون مضره بالنسبه لك. طيب خطه التوفير الاسري، انا الجست مو مثل بيت يعني بشكل اسرع شويه، كل شخص كل اسره تحتاج انها تكون عندها خطه ادخار. خطه الادخار حاليا احنا يمكن امهاتنا واخواتنا وبرضه دي حاجه تحمد للمراه السودانيه، دائما المراه السودانيه تهتم بموضوع الصندوق والصرفه والخدها، وده جزء من الادخار. ودي اصلا يعني اتقامت على الادخار، لا يعني حاجه مهمه وضروريه ومطلوبه. لكن المهم جدا انه هذه الخطه يجب ان تكون مبنيه على اسس واقعيه، مش الصندوق كسر رقبه تدفع 10,000 في الشهر، صح؟ يعني برضه دي يعني معظم النساء في البيوت تحاول بقدر الامكان يزيدوا المبلغ بتاع الصندوق، لكن زياده المبلغ دي تكون يعني تتوافق مع مصرف هذا يعني الاسره الثانيه، وبما لا يدخل رب الاسره في التزامات تزيد عن دخل به. يعني ما في ادخار بالجبر كمان، لكن عموما مهم جدا انه الاسره يكون عندها خطه بتاعت ادخار، وكل ما بدا الادخار في وقت مبكر، كل ما بدينا ان يكون عندنا خطه على الادخار في وقت بدري كل ما كان افضل، وكل ما استفدنا من هذا الادخار. لانك لما تبدا الادخار وانت عمرك 20 سنه افضل مما تبدا الادخار وعمرك 40، افضل مما تبدا عمرك 50 و60 يعني معظمنا ما عنده يعني ما اعتقد انه في واحد فينا يعني قد يكون عنده خطه على الادخار استمرت سنوات. انا بس عايز هنا بس اقول يعني اقول انه الخطه بتاعت الادخار دي مهمه لاننا تمكننا من اننا نستعيد اي نفقات طارئه. كم واحد فينا بيكون عنده اخر الشهر يعني التزام وبيتلفت امشي البنك اصرف من الكريدت كارد ادين من فلان اعمل شو يعني؟ صحيح؟ او كمان السيوله النقديه لانه الطوارئ ما معروفه يعني. الظروف الطارئه بتحصل لكل الناس. وفي لحظه الطارئ ما حيكون عندك الامكان انك تتصرف بطريقه يعني الطريقه الانسب. فبالتالي عشان كده وجود خطه الادخار، وكثير من الناس طبعا خطه الادخار بتعمل انه ينشئوا حساب بنكي اخر او يكون في علبه ما او حصاله ما موجوده في مكان ما يتخطى فيها القرش الابيض لليوم الاسبوع، صح؟ واللي هي دي الحاجات اللي ده احنا تعودنا عليها في مجتمعنا السوداني من زمن يعني قديم جدا. طبعا الحساب التوفير النقدي ده مهم جدا انه ما يكون حساب قابل لانك انت تعمل عليه ترانزاكشنز، يعني افضل انه ما يكون عنده اي تي ام. تفضل. فيكست ويكون في ستاندنج اوردر برضه جزء من يعني نسبه من دخلك الشهري يمشي لهذا الحساب التوفيري، وبالتالي انت ما عندك اي كنترول عليه. ما في دفتر شيكات ولا دفتر شيكات ولا اي ولا 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 اي حاجه. طبعا احنا برضه يعني ابناء يعني العهد الحكومي في السودان زمان احنا يعني كنا طلبه، وفي اللي هو الدفتر بتاع بنك الادخار بنشيله ونمشي به البنك كده او الشارع يعني بتكون قاعد تدفع عندك 5 جنيه و10 جنيه وحاجات من الزمن الغابر يعني. لكن عموما دفتر البوسطه ودفتر البوسطه برضه في وقت من الاوقات. مهم جدا يكون في حساب التوفير، وحساب التوفير ده يجب ان يمشي له مبلغ ما بين 20 الى او من ما بين 12 الى 20% من دخلك. لما انا بتكلم يعني عن اللي موجودين وقطاعات الناس اللي موجوده في الامارات، لكن طبعا في قد يكون بعض الناس في اماكن ثانيه زي ما بقولوا لان حق طعميه ما عندهم.
وحق يعني انا يمكن شفت فيديو قبل يومين عن حجم العيشه في الخرطوم وسعر العيشه, وفي فيديو جايبين واحد من شرق النيل اكل العيشه في يوم واحد. فبرضه احنا بنتذكر الناس زي احنا يعني بنتكلم الكلام, يعني الكلام قد تكون بالنسبه لهم هو رفاهيه كله, كل 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 هذا كلام هي بنتذكره ونتعامل مع مشاكله. طيب needs and wants او المتطلبات والرغبات هي مفتاح الموضوع. في كلنا بعد العرض اللي عرضته بيفكر طيب كيف نتعامل مع هذا الوضع, وهذا الوضع قد يكون يعني صادم بالنسبه لكثير مننا. كيف يمكن ان نتعامل مع هذا الوضع؟ الحل بالنسبه لي انك بقدر الامكان يجب ان تصنف في حياتك الشخصيه ما هي متطلباتك الضروريه وما هي الرغبات اللي قد تتنازل عنها. يعني انا بتصور مثلا انه احنا حاليا اذا عايزين نوازن ما بين needs and wants, العمل متطلب لكن وجودنا في هذا المنتدى هو عباره عن رغبه, صح؟ رغم انه ما قاعد نستفيد منه في هذا المنتدى, لكن بشكل بسيط جدا يمكن ان نفرق ما بين المتطلبات والرغبات. وهنا مثلا عندي زي تمرين بسيط لينا كلنا مع بعض, ونحاول اننا نصنف النيدز والوونتس, وعايزين مساعده يعني كل الكل الموجودين عشان بقدر الامكان ندخل نفسنا في 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 الحاله الذهنيه بتاعت الادخار, ندخل نفسنا في الحاله الذهنيه بتاعت كيف يمكن اننا نوفر مبالغ, او كيف يمكن ان يعني يكون عندنا مبالغ بتاعت الادخار شهري. طيب ما اعتقد انا محتاج اعرف النيد في الموت او المتطلبات والرغبات, كل عارف شنو هي المتطلبات والرغبات. طيب لو شفنا الاشكال اللي موجوده وابدا من الكور اللي فوق, هل هي تعتبر متطلب ولا رغبه؟ رايكم؟ شنو ما ظهر؟ بالنسبه لنا شخصيا الموضوع متطلب وليس رغبه, بالنسبه لنا شخصيا متطلب. طيب عشان نكون واضحين الكورة رمز للأنشطة الترفيهية اللي أنت قد تكون بتعملها, وزي ما قلت فوق يعني قبل شوية أنا بالنسبة لي شخصيا الكورة متطلب وليس رغبة, لأنها جزء من البرنامج الرياضي يومي بالنسبة لي, ومقابل يعني موضوع الكورة يعني أنا كان جيب يعني مجموعة من الأشياء اللي هي قد تكون بالنسبة لي ما مهمة, لكن عموما بالنسبة لناس آخرين هي غير مهمة. فإذا مهم جدا قد يكون بالنسبة لي أنا شخصيا الكورة متطلب, لكن بالنسبة لمعتز مثلا الكورة غير متطلب, صح؟ رغبة. طيب دي طبعا الرسمة هنا تفاح, وكلنا يمكن في كثير من المحاضرات تكلمنا عن الحاجات الأساسية للإنسان اللي هي حاجات الأكل والشرب, وتكلمنا عن مازلو والبيراميدز وكذا. فالأكل يعتبر من متطلبات, صح؟ طيب الشكل البيتي اللي موجود البيت متطلب, شقه برضه واحده من الحياه الاساسيه بالنسبه للانسان. طيب المواصلات هل تعتبر متطلب ولا في حالات يعتمد, شكرا, يعتمد يعني زي واحد بيقطع اشاره واحده وبيركب عربيه بيدور يمشي الشغل, ولا واحد بيقطع 45 كيلومتر, صح؟ بيختلف. فاذا موضوع النيدز اند وونتس شخصي جدا, بيختلف من شخص الى اخر بشكل مهم جدا. يعني يعني هذا الاكسرسايز انا افضل انه كل اسره تعمله مع بعض داخل الاسره, يعني ويشو يعني الاشياء اللي موجوده قدامنا ومصاريفاتنا, ونحاول بقدر الامكان نحدد ما هي المتطلبات وما هي الرغبات. طيب خلينا نشوف برضه هنا ممكن الشكل الموجود دي طلعت لحمة كتف ولا بسموه برضه تعتبر شكرا رغبة لبعض المجتمعات ومتطلب في بعض المجتمعات. طيب غير مطلوبة النظارة اللي موجودة هنا نيد لبعض الناس, قد تكون رفاهية لبعض الناس. بس ما احس انا ما شايف هذاك.
دي مجوهرات او خاتم. وهنا الرسالة موجهة للشقة الايمن من المكان. تمام؟ اشتراه بالصندوق. بالضبط، اللي هو الصندوق اللي كسر الرقبة بيمشي وين؟ ده. شكرا. المهم في 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 هذا الاكسرسايز انه دي دعوة لينا داخل مسمى، داخل مجتمعاتنا الصغيرة، نحاول بقدر الامكان نفرق ما بين طلباتنا ورغباتنا. اول ما نتوصل الى هذا التصنيف يمكن ايزلي كروس كل ما يندرج تحت انه رغبه وليس متطلب، ونرتب اولوياتنا وحنعيش حياه اسعد واجمل. تكلمنا عن اسباب التوفير، وتكلمنا عن قصص الدفعه التلقائيه شوي، تكلمنا عن التحكم في النفقات. يمكن بس موضوع الاكسل شيت مهم، بذكر به مره ثانيه. اي واحد فينا يعني في جوجل او في واحده من الريسيرش انجنز لما تكتب بيرسونال فاينانشال بلاننج تمبليتس ولا تولز، هتلقى عشرات الحلول اللي موجوده اللي هتساعدنا، او بالعدم مش بالضروره قد يكون عندك نوت بوك صغيره جدا تكتب فيها مصاريفك. يعني انا ممكن اتذكر زمان في عصر التكاكين في الحله، وفي يعني لما يكون في الدكان اللي هو فيه في كراس قاعد، والكراس فيه بقعه زيت وحته بتاع الجبنه وفي حاجه كده قاعده في جوه الكراس نفسه في زمن الغاب يعني. ولما حتى لما ظهرت البغالات دي برضه الكراس ظلت موجوده، وفي بعض الاسر كان عندهم كراس في الدكان وكراس في البيت. ده مش شكل ضروره. الاسر اللي ما عايزه تحس بالموضوع ده بتخلي الكراس قاعد في الدكان، لكن الاسر الحريصه يقول عندهم كراسين، كراس في البيت وكراس على الدكان. ورب الاسر بيشيل الكراسين وبيعمل تفتيقه وبيدفع اول الشهر، لو ما اقتنع ما بيدفع. صح؟ اذا ما بالضروره يكون عندك اكسل شيت، لكن على الاقل يكون عندك نوت بوك تسجل فيه كل مصاريفك. مهم جدا هذا الكلام وضروري واساسي. طيب بعض النصائح للجميع including myself، we have to stay in control. يعني في كل الاحوال وفي كل المناسبات امام كل المباريات اللي موجوده حوالينا، موجوده حوالينا مباريات كثيره، واحنا نتحرك في المجتمع. على فكره حتى في السودان يعني قد يكون يعني بس المجتمعات تختلف، الناس اللي في اقاصي الاقاصي او في الريف او حتى في اطراف الخرطوم اللي بيعانوا معاش جدا، لكن في نص الخرطوم يعني حسب في برضو انماط استهلاكيه قد تكون حتى ما موجوده عندنا هنا في 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 دول ثانيه. عموما هنا اننا نحاول بقدر الامكان ان نضغط على نفسنا، لو الواحد يعني بقدر الامكان يقرص نفسه. تذكر انه انت الحاجه اللي بتصرف عليها دي هي رغبه وليس متطلب. دائما تذكر كده. So we have to learn self-control. Self-discipline في الصف. ما تكون زي ما قاعد يقولوا اهلنا يدك فاكه وتصرف زي ما انت عايز. بالضبط. التحكم في مستقبلنا المالي، لانه القروض او التعامل مع موضوع الاستثمار لو كلهم في لو شفتوا البرنامج اللي هو خواطر احمد الشقيري في واحده من الحلقات في رمضان فات كان بيتكلم عنه، مهما قل حجم الاستثمار اذا كان هو درهم او قرش واحد ولا اذا كان ملايين الملايين هو في نهايه استثمار. وخطوره انه يكون عندك ارصده ماليه غير مستثمره. وجود اي مبلغ مالي ما في حوجة له في حساباتنا البنكية وغير مستثمر ده يعتبر بالماينس علينا، لأنه كلنا بيعرف أنه القيمة الزمنية للنقود، القروش عندها قيمة زمنية مش قيمتها الفعلية الحالية. إنما أنت لما تخلي في حسابك أي مبلغ 5000 ولا 1000 ولا 500 ولا 30 ولا 100 هذا المبلغ خصم عليك. لهذا السبب لما تشوف انت عندك في رصيدك في مبلغ يمكن استثماره في ملايين الفرص او عشرات الفرص، مش ملايين خلينا نكون برضه يعني دقيقين، في عشرات الفرص لاستثمار هذا المبلغ.
متاحه وموجوده في اكثر من طريقه. انا قد ما يعني انا ما عايز اروج لاي حاجه من من من, من فرص الاستثمار الموجوده، لكن قد تستطيع ان تستثمر حتى اذا في صندوق. انا بالنسبه لي الصندوق هو استثمار، اذا 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 عندك مبلغ حاسب انه موجود تدخل فيه، لكن ما تخلي عندك مبلغ مادي موجود في حسابك البنكي ايدي ما قاعد تعمل جوه يا حاج، لانه في يوم من الايام حتندم على هذا. طيب في نفس الوقت كمان وي هاف تو هاف ان ايمرجنسي فوند يا جماعه، لازم يكون عندنا حصاله للمستقبل في كل اسره، مهما يعني كان وضعنا غير وضع كويس ومميز وممتاز، نحتاج لحصاله بتاعت المستقبل. والحصاله دي غير يعني غير حساب التوفير اللي انت حتفتحه في مكان ثاني، لا تحتاج الى مبلغ تحطه في مكان ما تستثمره، وديعه تحطه في يعني بنك او اي حاجه تبعده عن نفسك، لانه ده عباره عن يور ايمرجنسي فوند، هي مستقبلك لنوايب الدهر الحياه اللي ممكن تحصل وانت ما عندك عليها كنترول. مهم جدا ان يكون عندنا هذا الحصاله. كررت انا مساله انه وي هاف يعني محتاجين نعرف وين بتمشي الوجه، هذا سؤال مهم جدا. Where does our money go؟ القروش بتاعتنا دي وين قاعد تمشي؟ لازم نجاوب على السؤال ده بشكل يومي، وده في دفتر في اكسل شيت في راسنا في اي حته تكتب في الحيطه. زمان كان عندنا اللي هي النكته المشهوره ست الشاي في واحده من الجامعات، الشباب بيتسلفوا منها وهي بتشخط في حيطها، فمسكينه واحد من الجماعه الملاعب جاب الليل ومسح بتاع كله مسح بتاع كله. ودي يعني قصه حقيقيه. طيب ابدا بالتوفير لمرحله التقاعد مبكرا. على فكره يعني الشباب ولا كل الناس، التقاعد ما بعيد مننا كلنا. التقاعد ما بعيد حتى من اللي بيبدا حياته العمليه اليوم. ابدا ما بعيد. ومعظمنا على فكره يعني في الاجيال السودانيه المختلفه جاء كان في عصر في السودان فيه الناس المتقاعدين عايشين حياه كويسه. لكن العصر ده انتهى، ويمكن لاسباب كثيره ما عاد نخوض فيها، لكن عموما وي هاف تو ستارت فكره اننا نعيد نفسنا لمرحله التقاعد، خصوصا انه ما عندنا اي معاشات تقاعديه، ما عندنا بنشن فند كل اللي موجوده. بالتالي يجب ان تعيد نفسك لهذه المرحله بشكل مبكر، يكون عندك حصاله، يكون عندك اي حاجه برطمانيه تدخل فيها قرش قرش ايا كان الوضع. حافظ على ما لديك لتامين مستقبل اطفالك واسرتك. يعني دخلنا التعليل ما ملك لنا، لكل الاسر دخلنا اليوم الحالي هو ملك لابنائنا ولمستقبلنا وملك للاجيال الجايه، اللي هي نظره السستينابيلتي بتاعت الموارد الموجوده. يعني ما ممكن تتحكم في دخلك وانت تنسى اطفالك الموجودين وتنسى الاجيال حتى الجيل الثاني والثالث في اسرتك. فيجب ان تتعامل مع هذا الموضوع، وبقدر الامكان تكون حريص على انك تستثمر. ولما اقول ثروه ما بالضروره تكون ملايين ومليارات، يعني حتى ال 100 وال 50 هي برضه ثروه في المستقبل. دريم بيج بوت تيك بيبي ستيبس، وكلنا بنعرف القصه الشعبيه بتاعت قزازه العسل او قزازه السن، اللي هو انت بتكون قاعد كده وانا قاعد اخذ 5 6 7 8 يعني بتحسب وحعمل حاجه فلانيه وحاشتري حاجه فلانيه وحيكون عندي كده، وفي الاخر انت ما حتعمل اي حاجه وما في حاجه بالضبط. يجب ان بقدر الامكان نحلم بالقدر اللي يكون فيه هذا الحلم يمكن تحقيقه. يعني الاحلام الخياليه اللي ما حتوصلنا لحاجه يجب ان نبتعد عنها بشكل مهم. طيب يجب ان نستثمر الحاجه الموجوده عندنا زي ما قلت قبل شويه مهما قلت، وما نخلي عندنا مبالغ ماليه فائضه دون استثمار. ستارت كوليدج فوند مهم جدا، لانه زي ما قلت قبل شويه انا الكلام ده علمه الجميع، يعني التعليم الجامعي في المستقبل حيكون غالي جدا جدا اذا التعليم الجامعي المناسب، وهو من اليوم غالي، وحتى التعليم الابتدائي وحتى الحضانه وحتى لكن عموما
we have to have the college fund من الليل للشخص اللي حيدخل الجامعة أو الطفل حيدخل الجامعة في نفس السنة. لازم من اليوم يكون في college fund موجودة موجود فيها مبالغ عشان تصرف في يوم في المستقبل. ودي يمكن آخر حاجة ودعوة للجميع إنه طالما إحنا موظفين وطالما دخلنا محدود فيجب أن نستمر في أننا ننتزع أكبر قدر ممكن من our employers بشتى الوسائل بكسر التلج ولا بأي حاجة. we have to يعني لازم يكون عندنا طريقتنا اللي يعني مثلا لازم يكون عندنا طريقة لأن نزيد دخلنا شهر المحدود والتطوير الوظيفي والمهني ممكن في أي مرحلة من المراحل نستثمر في MBA ولا نستثمر في أي حاجة نحاول بقدر الإمكان نقوي وضعنا المهني بحيث أنه يتطور دخلك الشهري وبحيث أنك أنت تستطيع بقدر الإمكان أن توفر الادخار الممكن اللي بيسهل عليك حياتك المالية. وشكرا على صبركم وعلى اهتمامكم. طيب قبل ما دكتور أيمن يتكلم في إعلانين، الإعلان أول إنه المحاضرة الجاية الأسبوع الجاي إن شاء الله بعنوان حقوق المستهلك الإعلامية أو حقوق المستهلك الإعلامي للأستاذ ناصر نوراني. الحضر محاضرات ناصر نوراني اللي اتعملوا مرتين في المنتدى الفكري في خلال الثلاث سنوات اللي فاتت دي ما حيفوتوا محاضرة الأسبوع الجاي، فإن شاء الله تحضروا. شكرا جزيلا حسام، شكرا جزيلا. في البداية للأستاذ عمار طبعا أوفى وكفى، بس عندي حاجات بسيطة كده زي جابس زي ما نقول. نحن هنا أول خطاب موجه لنا نحن كمدربين في أبو ظبي السودانيين بالضبط كده، نحن في مركز شوبينج كبير زي ما نقول مول، يعني دائما الخطط بدينا بالحياة جينا طبعا كبار الكريدت كارز واللونز والحياة دي خشينا فيها وهذا شغلي بعد ما مرينا بتجربة ونستطيع وبقي المصرف نقد. لكن في مشكلة بعد الجهاز اللي انت بتمشي تشتري حاجات هي زي ما تقول عن انسيسيري. فشنو البيست براكتس يعني نقدر تو فولو لحد ما تو بريفنت المشاكل بتاعت الصرف دي؟ حاجة برضو كده بتكلم عنها الناس كثير اللي هو إيزنهاور ماتريكس اللي هو هو تايمينج مانجمنت، لكن احنا ممكن وي كان ابلاي انه احنا نحدد شنو الضروري النيدز بتاعتنا وشنو الحياة الغير ضرورية. افتكر بتكون برضو مفيدة، حاولنا نطبقها حتى على مستوى البيت لكن برضو محتاجة ثقافة. الشيء داير اقوله شيء مهم جدا جدا انه اولادنا هنا اولادنا في اوصاف وهم صغار انه يعني في موجود في كريدت كارز موجوده في لونز والناس دي عندهم تريكس صعبه جدا جدا بيستهدفوا الهيومن نيتشر النفسيه جدا اللي ما بيقدروا الناس تقدر تتملص من عبايتها. فنحن كيف نربيهم تربيه عشان يواجهوا، مش نقول لهم لا ما تشيل ما تسوي الكريدت كارد، حاول يعني حاول تصفره حاول تستخدمه للحياه الضروريه. وافتكر ده الديد المهم ان احنا خلاص خرجنا نشوف الجيل الجاي. شكرا. طالما المحاضر كان واقف احنا برضه نكون واقفين. شكرا عمار، المحاضرة يعني لا غبار عليها، ما عندنا كلام، وفيت وكفيت زي ما قالوا. وانا تستارتيز عايز اقول انه حضرت دورة قبل فترة حاجة اسمها الـ 7 Habits بتاعت واحد من الامريكان دي. ايوه، ف من الحاجات اللي عايز اقول للناس وقالوها في الدورة، اي فكرة عندك اكتبها، يعني ما تخليها في راسك بس. وكانت دونا برضو دونا مش التمبليت اللي قالوا عمار ديه، وانما دونا حاجه زي دايري على اساس انه تسجل فيها يوميا نشاطك اللي بتقوم به اذا كان سوشيال او فاينانشال او للاخر، وفي نفس الوقت
الشيء اللي بتصرفه. انا بس الحاجه اللي حبه عمار كان اللي هو قال انه قال نعمل ليدجر انه اسجل انا بكتب، مش بس اسجله لكن كمان اشوف اخر الشهر، يعني حقه اجمعه واشوف اخر الشهر انا صرفت شنو وكم. يعني في ده بفتكر انه شيء مهم جدا في الموضوع بتاع التسجيل ده. انا بديت فيه وشغال انه كل مره اليوم بعمل كده والفلوس اللي بصرفها وبتاع، لكن حقيقة النقطة اللي أنا ذكرتها أنا برضو ما قاعد أعملها. يعني هو شهرياً أنت مفروض تسجل يومياً صرفت بترول بكم ومش عارف الجروسري ومش عارف. ما عارف إذا كان سمح لي أسأل سؤال، الميزانية دي اللي بيعملها منه؟ وهي الميزانية أصلاً إذا كان الزول متزوج أو كان زول سنجل يعني، وما حيكون فيها شد وجذب، عن حيكون فيها رئيسين ولا رئيس واحد؟ وبعدين هسه انا لو سالت الناس اللي قاعدين دول كلهم قلت لهم يا اخواننا جيبكم فيه كم القصه دي، السؤال ده ما بيتجاوب ابدا لو نسوان ولا رجال. والمره لو انت جبت ليها مرتبك من بنك السودان في ظرف بالمليم والتعريفه ما بتصدق انه ده مرتبك. في حين بتاع حاجه ما عارف انا اسميها شنو بخليها لكم انتم، لكن الميزانيه دي اذا كان الصندوق بيتعامل للذهب وللمجوهرات ومش عارف الكلام دي، واللي هو بيتعامل ليه، هو اللي بيتعامل لمستقبل الاسره. وبعدين بتهيأ لي المره لو حست بانه عنده قروش بتخاف منك. انا عايز اشوف الحته بتاعت الميزانيه دي يا عمار. وممكن سؤالي الاخير، بنت ابو بكر دي زوجته، انا ما عارف الميزانيه بيعمل هو اللي بتعمله. شكرا جزيلا. طب انت هبشتري عليك كده حابب تكمل. طيب بس معلش، لانه ايمن اتكلم عن موضوع البيست براكتس في الشوبينج، وده طبعا برضو يعني از نوت روكيت ساينس. الكل اليوم يعني افتكر مساله انك تمشي الجمعيه وما في الورقه دي، المفروض يعني ارباب الاسر او الزوج بيمشي الجمعيه ما يعمل. انا شخصيا ما بمشي ما في ورقه، يعني لازم يكون في اجريمنت داخليه جوا البيت انه عشان انا اجيب الحاجات بجيبها مره في الاسبوع وبورقه، ولا ما بجيب اي حاجه. طبعا في 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 بعض الاشياء اللي هي كونسيومبلز زي الحليب وما ادري ايه، يعني يو كان فايند ويز. طبعا ده بس حيكون حينعكس منك انت الاستورج اريا في البيت حتتحول الى يعني يمكن يعني حتكون محتاج الى يعني اكثر من ثلاجه. لكن عموما البيست براكتس انك انت ما تمشي شوبينج الا عندك ورقه مكتوبه مره او اثنين في الاسبوع. البيست براكتس الثانيه انك برضه كمان بي اوير يعني انا لاحظت في 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 بعض المولات وانت حتى بتكون يعني عندك الورقه اللي هي الفكره بتاعت العروض دي، انت تكون عايز يعني زيت مثلا يمكن يعني واحدة بس، وهم يجيبوا لك عرض يقول لك يا اخي هو اصلا ب10 لكن احنا الثلاثة بمتعلم. ده عبارة عن يعني ابسلي الجماعة عايزين يبيعوا علينا، وانت بالتالي حتشتري حاجة انت ما محتاجها. وفضل دائما اننا نمتنع عن التعامل مع هذا العروض بتاعت انه باكج ما تعرف، الا اذا كان فيها الفاليو اللي انت فعلا يعني محسوبة، لانه في كثير من هذه الاوفرز ما قاعد تكون حقيقيه، او قد تكون حتى يعني بضائع اذا عينتها في الاكسبيرينت حيكون باقي لها 4-5 شهور، او قد يكون هي اصلا في مشكله في اي حاجه، لانه السير الحقيقي اللي بيتعمل ما قاعد يتعمل سير الا اذا كان في حاجه يعني الستوك ظهرت بضاعه جديده. عشان كده هسه حاليا في الدول الاوروبيه وفي امريكا وفي كندا لما الاوتليت مول يكون بيبيع حاجه بسعر مختلف بيبيعها لانه الموضه بتاعتها انتهت، ولان اصلا ما عاد مرغوب فيها في السوق. في برضه نقطه مهمه بالنسبه للاطفال في البيوت. الاطفال وهم صغار يعني عندهم قابليه لانهم يتعلموا ثقافه الاستثمار او ثقافه الادخار احسن منها. عشان كده دي دعوه لكل الابهات والامهات جوا البيوت انه ما نثير ثقافه التبذير جوا البيت.
والطفل لو جاء من صغير وتعود على انه البيت الصرف فيه بحساب، على فكره الصرف بحساب مش معناه انك انت جلده وبخيل وما قاعد عليه. احنا يعني في ثقافتنا السودانيه قد يكون في بعض الناس برؤيه انك انت لما تكون قاعد تصرف بحساب معناه انت جلده، ما معنى كده والله. مهم جدا ان نعود اطفالنا جوا البيت انه الصرف بحساب مش بغير حساب. في نقطه اللي هي مهم جدا الموضوع الـ 7 habits، ويمكن انا واحده من الافكار او الاثنين انه يكون في محاضره افتكر قبل كده الدكتور عزال كان يتكلم عن الموضوع. الـ 7 habits of the highly effective people واللي هي مهمه جدا في حياتنا وفي حياه الناس عموما، وهي كان بيتكلم عن start with the end in mind اللي هو كل واحد فينا يتخيل نفسه لا قدر الله في لحظه موته وهو ماشي الى مثواه الاخير، ماذا سيقول الناس عنك؟ دي الفكرة الأساسية بتاعت ستيفن كوفي، إنك أنت حياتك اليوم يجب أن يحكم تصورك لآراء الناس عنك وأنت في طريقك إلى مثواك الأخير أيا كان. اللي هو الفكرة إنك أنت عموما شنو هدف حياتك؟ انت ليه عايش؟ عشان كده انا يمكن في جزء من الكلام قلت انه لازم احنا نحدد اولوياتنا في الحياه. وهو عشان كده فكره الديري دي انك انت بتسجل الوقائع اليوميه في حياتك واللي هي بتمكنك في انك بقدر الامكان لما يكون في تراكنج للحياه اللي بتعمل لك تعمل اللي هو الكوركشن ميجرز المناسبه اللي بتخليك انك تواصل حياتك بشكل سليم. الموازنه الماليه الشخصيه جوه البيت تضامنيه تكافليه، لكن برضه فيها اوثورتي ليفلز زي ما برضه في الحساب يعني في مستويات بتاعت ابروفلز يعني في اي حته يعني صح؟ البصرف ده لازم يكون هو الديسيجن ميكر. اذا المراه هي اللي بتصرف خلاص، واذا الراجل هو اللي بيصرف خلاص. لكن 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 هنا احنا ما نختلف على انه منو اللي بيتخذ القرار. المهم هنا انه احنا في بدايه الشهر في بدايه السنه يجب ان نحدد بشكل مسبق، مهم يا جماعه نحدد بشكل مسبق ما هي مصروفاتنا المتوقعه للشهر القادم. انا اتحدى اي واحد فينا هنا عمل حد العمل. لا على الله. طيب كويس؟ وصلت لشو؟ طيب راسك؟ اللي هو نحدد بشكل مسبق ما هي المصروفات. امبوسيبل في المكان اللي خلينا. انا ما بعرف لكن عموما هي مهمه جدا. لما تبدا تعملها مره واثنين وثلاثه قد يكون في الشهر الخامس او السادس يو مي ستيك تو ات ممكن تقدر تعملها. اتفضل احسن. انا كنت عامل ميزانيه ولا انا؟ والله انا باب النجار. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحه المحاضره يعني ضروريه جدا ومهمه جدا، وده بيبين للناس انه الناس يعني ممكن يتكاملوا في تفكيرهم وممكن يتكاملوا في حل مشاكلهم. وده المجال ده طبعا مجال تخصصي بحت بيتكلم فيه وخلاه بشكل سلس جدا بشكل سهل. انا يمكن في الجانب الثاني اللي هو جانب التسجيل، انا في الحسابات اصلا. انا محاسب وزوجتي محاسبه. يعني نحن الاثنين محاسبين. يعني في اشياء ضروريه ممكن بنتعامل فيها. انا صراحه اخر اول الشهر بيجي بديها مبلغ. هذا المبلغ يتصرف فيه في حدود اشياء خاصه بالبيت. اي نو انا عارف ده المبلغ. هي المبلغ عارفه انه كيف تتصرف فيه خلال الشهر. يعني ده البادجت، ده اسلوب من الاساليب بتاعت البادجت، انك انت تحدد مبلغ، المبلغ ده لمصروفاتك. هي بتروح الجمعيه وبمشي معاها، انا بمشي بس كده بس خلاص، يعني ما عندي اي علاقه باي موضوع ثاني نهائي ما عندي. بمشي سواق، يعني بمشي وبركب وبمشي وبتجي. هي بتشيل بتحسب. هي مش بيشوف الفاتوره، لا، هي ماشيه من البادجت بتاعتها، اخذت 200، اخذت 300، اخذت 500. بتمشي بتشيل حتى حدود ال 500. ده مش معناه ان احنا جلود، لا، معناه ان احنا قادرين. يعني انا بتكلم عن انه دي مهنتنا. انا عايز انقل مهنتنا للاخرين.
اوكي؟ يعني نحن بنشيل 500 مثلا او 500 دي ما بنتجاوزها باي شكل من الاسكات لانه وما حتطلب مني، انا ممكن يكون معي باقي فلوس ومعي لكن ما بتطلب مني لانه هي جايه للغرض ده، انا بس عايز تجربتي الشخصيه نقولها للاخرين. سلكشن صح. اي هي لو طلبت بتطلب يوم 25 يوم 26 يعني يكون يعني يكون في ميرجنسيز ويكون في اسباب يكون في اسباب لوجيك وانا معايا عارفها يعني. يمكن المشكله الرئيسيه اللي بعاني منها في المساله بتاعت البادجت او المساله بتاعت الكالكوليشن ما يتعلق بالسودان. يعني عندي اولاد في السودان بيدرسوا في الجامعات. دول قدر ما احاول اني انا مثلا كنترول الموضوع ده اوت اوف كنترول. لانه البلد اصلا في المسائل بتاعت الفلوس انت ما بتعرف كيف انت تكنترول يعني. دي اشكاليه يمكن تقابل كل الناس، ولذلك دي انا افتكر انه يخلوها من الاشياء الطارئه. الانفورسي. المسألة بتاعت نمشي المطاعم ولا نمشي الرفه ولا نمشي كالكوليتي يعني ما في حاجة كده يعني هم عندهم الحق زيهم زي الآخرين زيهم زي الأولاد الآخرين. أنا بأخذهم بمشي بهم قد تبدا مرة مرتين في الشهر دي لازم أعملها لهم ده حق، لكن الحق ده يبدأ أندر كنترول مش كل واحد ينجز ونطط ودونا تبقى المسألة فيك. لانه نحن حقيقة نحن عايشين في ظروف يجب ان نفكر فيها تماما. اذا ما عملنا كده يبقى النتيجة عكسية وين؟ حقوقنا بعدين واصلا بعدين ما بيبقى عندك حاجة غير حقوقنا بعدين بتكمل كلها في الديون، كلها في البنوك، كلها وين؟ او المرض يقول لك والله انا ما بمشي ترى شغال يخطئ شنو ما تمشي. يعني يقعدوا يأجروا يدفعوا يشيلوا الإيجار يكملوا الإيجار بعد شوية يحل حاله من بيت لبيت من حتة لحتة يتبقى بدل ما أنت عايش في ليفل معين بدأت تنزل ودي عندها آثار اجتماعية عندها آثار كده عندها آثار كده. ولذلك هذه المسألة في غاية في غاية في غاية الأهمية أن الناس تتعامل معها بجدية ويسمى يعني أصبحت بشكل علمي تعرف انه لا بد من اهميتها. انا بيهمني يمكن جانب ثاني اللي هو التقاعد ده حقيقه كان في ناس التامينات الاجتماعيه عندهم معاش اختياري وجو عرضوا المساله دي على الناس. الناس وقتها طبعا حسبوها والله يا اخي انا لو دخلت في بيت ما عارف ايه ادفع لي 60,000 ولا ادفع لي شنو. انا افتكر انه يعني يجب ان نعيد النظر في المسألة دي لأهميتها للناس بعدين يعني دي لأهمية الموضوع. إذا الناس بتقدر بنفسها تعمل الحاجة دي خير وبركة. يعني إذا الناس بتدخل لقدام لتقاعدها أو زي واحدة كانت جارتنا النسوان بيسألنا يقول لها والله نحن بنينا عمارة 3 طوابق ونحن سوينا ونحن والله أنا بنيت 4 طوابق دين بنتين وولدين درسوا في أحسن الجامعات وحصلوا على البي اتش دي وحصلوا بيبقوا ناس من أميز الناس يعني وهي قادرة تبيض سمسم. وفي آخر عمورها وكانت قاعدة في آخر عمورها ما كان عندها خلاص الزوجة انتهى من الشغل أولادها سكنوها يعني أولادها هم الأب والأم. واحدة من الأشياء يعني الأشياء الأمثلة. في شيء ثاني معلش يا جماعه طولت عليكم السكن. انا بنيت بطريقه غريبه جدا واتمنى انه برضه اعرض هذه التجربه على الاخرين. مشيت لمهندس صلاح عبد الرحيم انت بتعرفه يا باشمهندس. مشيت قال لي يا اخي انت قاعد وانا قلت له كده في غضب يا اخي انت قاعد تاسي ما تفكر تبني لك بيت ولا قلت له ما عندي كل شيء ابني من وين؟ قال لي يا اخي هل عندك؟ قلت له ما عندي حاجه كان وقتها عندي $1,200 ده كان معي. قال لي جيبه المبلغ ده كويس شوف تعال انا امشي معك. مشينا البنك السوداني الفرنسي قال لي افتح الحساب ده هنا ودخل الفلوس دي بس وثاني امشي كل شهر ارسل لي $200 $300
ما تزيد سيركيز انت اهلا وسهلا ما زدت بس ال 200 دين ما تنقصهم قلت له خلاص خير وبركه بعد شويه قمت بقيت حريص اني انا ال 200 دولار دي باي شكل من الاشكال ارسل لانه زي حابني بيت انا حابني بيت ب 200 دولار يعني حاجه كويسه بديت ارسل 200 دولار 200 دولار بعد شويه مشيت نزلت الرجال قلت انا عندي مبلغ قال لي يا اخي المبلغ ده انا حاشتري لك بيه حاشتري لك بيه حاجات وخلاص نبدا نحن في المشروع المبلغ ده كويس يعني بعد شويه قمت قلبت الموضوع نهائي حسابي بقيت ما بحول عليه بقيت احول القروض مباشره له لانه وصفت فيه يعني اوكي ولذلك هذه النقطه الصغيره ممكن تعمل لك حاجه ممكن تعمل لك حاجه يعني حاجات صغيره ممكن تبني شيء يعني بيقد قد تصيبك مشكله بتاعت انه والله انا عشان ابني بيت لازم يكون عندي مبلغ مهول حتى بعد ذاك ابني لا ما بالضروره ابدا واعمل سيفنج السيفنج ده ممكن يكون في السودان لكن طبعا في السودان لو دخلت بالعمله السودانيه ويكون عندك اشكاليه يجب ان يكون بالعمله الحره وقتها انت بتكون هذا المبلغ ما بتلمسه وشكرا جزيلا انت محظوظ الراي ده ما كان السلام عليكم وبشكر الاستاذ عمر بس انا عايزه اقول يعني الكلام ده كله كلام جميل لكن احنا الشعب السوداني ده عايز يعني تربيه لازم نعيد تربيتنا مثلا ابو ظبي كان فيها مواصلات الباص في ناس بيستحوا يركبوا الباص ليه؟ يعني تلقى لك سودانيه قاعده او سوداني فبتنكر كده انا بفتكر انه يعني قصه يعني احنا ما بنقدر نوفر بصراحه كده اول حاجه عندنا عادات ضاره قصه المجاملات يعني الواحد تلقاه غصبا عنه حتى لو ما عنده لازم يدين ويتبين يعني نحن حتى نجامل بعض ما في مشكلة لكن الواحد تكون حاجة رمزية يعني وبعدين قصة الكريدت كارد هي ما ضارة في ناس بيستعملها استعمال صح أنا عندي الهنود معي في المكتب واحد فعلا الحساب بتاعه يكون زيرو وبيستفيد من النقاط اللي بتديها له الكريدت كارد احنا ما افتكر ما في ذلك قاعد يستفيد من النقاط اللي بتديك لك كده بتمشي بعدها يدفع بها فاتورة الكهرباء المهم ثاني لما تيجي الإجازات الواحد منا اللي بيكون شايل معاه كريدت كارد معاه ليه؟ وشيل معاه كاش ما عندك كريدت كارد ما تشتري أو تخلي الكريدت كارد في البيت فا يعني أنا مفتكر القصة عايزة مننا يعني والقصة ما على المرأة أو الراجل كده الناس كلهم حتى نحن أطفالنا أو أولادنا في البيت ما المفروض نوريهم انه احنا عندنا كريدت كارد او كده في حاجه ثانيه يعني مثلا هسه عندك الصكوك الوطنيه دي هي صح ما فيها ربح لكن انت لو اديت اوردر للبنك قلت له يا اخي في كل شهر شيل مني 300 درهم كصكوك 300 درهم كويسه في السنه بتعمل لك مبلغ فعشان كده يعني اليوم ما خدته على المراه او كده الذهب هو استثمار ما في مشكله يعني احسن من تشتري بيه هدايا يعني انا في زول بيتكلم مع واحد فقول له المره زعلانه وما دار تمشي قالت حردانة ليه قال انا ما اشتريت لعمتها هديه وسالوني قلت لهم ما ضروري اذا هو ما عنده فانا بفتكر يعني شكرا جزيلا طيب عشان الزمن اعتقد مش جايين ثلاثه فرص دكتور عبد الرحيم فضل السلام عليكم شكرا لله عمار اوفى كالعاده وكان كلامه شامل من ناحيه علميه كان كلام رصين جدا ومترابط الحقيقه كان مفيد بصوره كبيره انا ما بقدر اضيف شيء كثير غير انه المشكله هي في الكرشه السودانيه اساسا يعني كل الكلام العلمي ده بيتهزم بالثقافه السودانيه السائده وبصوره كبيره جدا اللي هي ما بتخلي العمل الاقتصادي والعلمي يمشي لكن هو ادانا بدايات بسيطه جدا
دائما بدايه انك تعمل ميزانيه افتكر دي ممكن تكون مقبول. اثنين انك تدوكيومنت اي صرف عندك افتكر فيري سيمبل خليك تصرف بالثقافه السودانيه والطريقه، لكن تعرف انت وين اسرفتها وين صرفت غلط وين صرفت صح يعني لحد ما الاسره تتعلم. وده بتبني لي البرنامج بتاع كيدز او ماني اللي هو برنامج في الولايات المتحده الامريكيه، الاولاد من الصغار بيعلموهم كيف يتعلموا يتعاملوا مع الفلوس، معنى الفلوس شنو؟ كيف ممكن يتدخل منها؟ ده عشان تغير الكرشه، الكرشه السودانيه هي كرشه قويه جدا جدا في انك ما بتخليك توفر ولا بتخليك تنظم الناحيه الماليه، لكن ما نيأس من الجانب ده. الصيد الثاني بتاع الريسك الكبير انه احنا بنعيش في افلونت سوسايتي. انت ما تعرف انك ستدخل المول انه كم انفوا ناس المولات دي من جهود وراء علم السايكولوجي وراء علم الماركتينج وراء بروفيسورز، ان اول ما تدخل كيف انهم يحسبوا لك ويخلوك انك انت باي طريقه ثانيه من ناحيه سايكولوجيه انك انت تشتري المنتج بتاعه. واكبر زي ما قال لك عمار الحاجه ده اسمها سيلات، يعني السيلز ده هو اول حاجه بخليك تشتري الحاجه ما بتحتاجها، وكل المحاوله بتاعت الماركتينج انه الشخص اللي بيدخل عنده فلوس انه يصرف كل فلوسه وبسرعه وفي اشياء محتاج لها وغير محتاج لها، لانه القصد هو بروفيت ماكسمايزيشن لكابيتاليست ريجيم، هو القصد بتاعه انه ياخذ الفلوس بتاعه، وهو بيعملها بذكاء لانه اصلا الوحده الاقتصاديه هي البيت، يعني الاقتصاد كله بيبدا من المنزل، يعني قبل ما تعمل الاسره وبعد ما تعمل الاسره بتبدا النيدز والوانس، يعني الاقتصاد قائم على الديماند، ونتكلم على الاقتصاد قائم على الديماند، لكن دائم على الطلب، الطلب بيجي على المنتجات من وين؟ من البيت، من الاسره. السايكل دي كلها هي معتمده على البيت. ولذلك يقول النقطه الثالثه اللي هي مهمه جدا جدا انه ساعات نتكلم عن الاقتصاد المنزلي وانك في البيت انت تضبط دخلك وتضبط مصاريفاتك، ده عنده اثر كبير جدا على الاقتصاد القومي، على اقتصاد البلد كله. لانك انت بتوفر عشان تستثمر. يعني لابد انت تدخر عشان تستثمر. اذا عندك مزرعه وعندك بتنفع كل دخلك ما بتقدر تعمل استثمار ولا بتقدر تعمل تنميه، اصل التنميه الايكونوميك ديفلوبمنت بتقوم على الادخار، والادخار بيجي من التوفير، والتوفير معناه تحسب الكلام اللي قاله الاخ عمار، يعني الاقتصاد كله بيبدا من الاقتصاد المنزلي. يعني هو كلامكم عن الاقتصاد المنزلي اللي تفتكروه انه ده البيت، لا ده اقتصاد البلد، يعني لو بالسودان الاقتصاد بده الاقتصاد المنزلي. الويست اللي بتعمله انت ستشتري حاجات ضروريه ده عنده اثر بطال. الانفشنسي في اداره البيت بتاعتك بيتك واداره المياليه بتاعتك دي بتعود بانفشنسي كبير جدا للاقتصاد كله. يعني انت بتجي لافلو سوسايتي بتشتري حاجات ما محتاجها بعد بتعمل لها دمبنج بيو ويست الماني، الماني از ريسورس، انت بتضيع الريسورس بتاعت البلد في اشياء مناسبه، بتجيب اكياس كثيره بتاعت البلاستيك بتلوث بها البيئه، لكن اللي بتاكله يعني انت يلا شوف السايكل، السايكل دي بتلقاها سايكل كبير جدا. اذا الطريق لاصلاح اقتصاد السودان يبدا من الكلام اللي قاله عمار. شكرا عمار. السلام عليكم. شكرا للاخ عمار يعني على المحاضره. طبعا شايف زينب، زينب زوجي طبعا ضعف شديد. يعني حقيقه نوعيه المحاضرات زي دي اللي هو بتخلي المنتدى يعني من الضروريات والمطلوبات، يعني ما من الرغبات يعني. أنا أحكي عن حاجتين، يعني أنا كنت في سنغافورة، ساعتها في سنغافورة زي 5 سنة، جيت هنا قبل 12 سنة تقريباً. يعني أفتكر إنه السودانيين إحنا بالكسر اللي قعدنا دي المفروض كلنا نكون نشتغل في دولة زي سنغافورة. سنغافورة فيها نظام لو أنت يعني للمواطنين ولل عندهم البيرمننت ريزيدنسي. من راتبك بتقطع 20% الشركة أو الحكومة والجهة الشغال فيها بتدفع قصادها 20%. عندك 40% سيفنج في كل شهر. انت داير تطلع، انت لو كنت يعني وافد خلاص غلط انك تطلع لايام بتشيل فلوسك كلها بتطلع. ال 40% دي بتلقاها مرجوعه بكل المبلغ ده، يعني ترجعه عشان تبدا ثاني الساكن. افتكر احنا يعني
لقينا حاجات زي دي بتساعد الناس كتير جدا. الحاجه الثانيه بتاعت الكريدت كارد، افتكر في ناس الكريدت كارد حقيقه بيستخدموا استخدام كويس زي ما قالت نجات. يعني انا عندي صديق يعني اخ مصري، طبعا الاخوان المصريين يعني بيعرفون حريصين على الحاجات دي اللي عملوها بشكل يعني اشمل. الكريدت كارد بيعرف انه صرف بيكم، ما قاعد يشتري غير الكريدت كارد، مش لانه ما عنده فلوس، بيخلي بيمشي دائما للمنازل بيقدر يستخدم فيها الكريدت كارد بتاعه، الجمعيه بيجيب الحاجات دي، بيعرف انه في الشهر صرف كم، الكريدت كارد فيه 40,000 عرف انه ولا 20,000 انه في الشهر ده صرف 20,000. الشيء الثاني يعني لو قال لو كان راجل ليده يقول فكيها بيحتاج لزوجة تكون كويسة تكون شاقية وبانكر يعني زي زي خالص. يعني حقيقة قدر الحياة الواحد العملية يعني بفضل الحياة دي، يعني انت في البيت بيلاعبوك يعني طبعا كل مرة بتدخل لك كم الحاجات دي بتهرب منها طبعا عشان ما تعرف. الحتة الثانية بتاعت الذهب، يعني افتكر الذهب بتاع المرة السودانية يعني ما مسألة بتاعت يعني مهرج يعني بتحتاج له في يوم يعني لو بتشتري كل شهر بويش ولا كل شهر خاتم بتيجي تلقاه في يوم من الايام انت محتاج ليه يعني. لا انا برضه بعرف يعني عندي صديق بيشتري كان بتاعت الذهب سبيكة الذهب الصغيرة يعني كل شهر بيمشي بيشتري عنده مبلغ محدد بيمشي بيشتري منه الحاجات دي. يعني من كان الجرام كنت انا جيت البلد تقريبا الجرام كان ب 33 ولا سنه 2001 ولا حاجه لحد ما بقى فيهم بما نفس الممارسه. انا بكره لسه بكون عنده مبلغ كبير جدا عادله كده جرامات بتاعته. شكرا جزيلا لكم. الذهب ده لكنه في الكونتينر، الذهب ما قاعد بفكر. تعرف عمار كالعاده يعني حكايه غريبه جدا. لكن احنا دايرين نعيش زي الاماراتيين، شوف مع الخلفيه الكبيره جدا بين بين بلدنا وامكانياتنا وخلفياتنا وادخارنا ومستوى اقتصادنا. لكن هسه لو غربت بتلقى احنا بنعيش زي مستوى الاماراتيين مع الفرق الكبير جدا. يعني المصريين ما عندهم المساله دي، يعني انا دخلت بيوت مصريين كتار عندهم المجلس الارضي يعني بقول لك انا ليه بشتري اعمل كراسي ليه يعني. فدي في مشكله كبيره جدا بين احنا هنا ليه؟ ده سؤال مهم جدا اللي هو بيتبنى عليه كل المساله اللي انت بتتكلم عنها. هو احنا ليه جايين هنا؟ الظاهر في توجهات مختلفه جدا، يعني ممكن في ناس جو للفنكهه مثلا يعني او زول ده عايش في مستوى بتاع حياه كويس، في ناس جو يعني اضطرارا، في ناس جو لحوله، في ناس جو لتدريس ابنائهم، في ناس جو عشان يعملوا ادخار ورجعوا. المساله دي مهمه جدا لكن مرات اسلوبنا كله بيتشابه مع متطلباتنا المختلفه جدا. فدي وقفه كبيره جدا احنا اللي هي نعيش زي الناس سياده البلد اللي هم عندهم اقتصاد يعني قوي جدا وهم مدعومين وعندهم بلدهم بتوفر لهم الحياه ما بعد المعاش وما قبل المعاش ولابنائهم ولتعليمهم وكده. فهل مستوى الحياه ده من السيلف ستيم يعني نحن نحب نكون محترمين يعني ولا ويعني ليه ما بنحرص على يعني المنزل العصري اللي فيه اخر الطقم بتاع الجلوس واخر ستاير وكده. يعني المصريين دول بيضحكوا علينا كثير جدا وما عارف من هو الصح يعني حقيقه. لانه هم عاوزين يعملوا سيفنج معين، عارفين ظروف بلدهم برجعوا معين، بعد ذاك الزول بيعيش مرتاح جدا وهنا بيعيش بصوره عاديه يعني لانه هو عايش جوا منزله. لكن نفس برضه الاسره المصريه ما مختلفه في نظرتها لطبيعه البيت. أنا ما عارف هل عندنا تختلف ولا لا. لأنه مرات احنا بنهتم جدا بنظرة الآخرين لينا. يعني زول لو جه بيته ولقى مثلا سوداني ساكن ما عنده مثلا غرفة جلوس يمكن تبقى مشكلة كبيرة جدا إذا زول أنا داير أعمل فرش فدي دي مشكلة حقيقية يعني. بعدين الكلام بتاعك مهم جدا بأنه يعني الزول ده يعمل شو في حياته. دي اللي بتحدد أنه الحاجيات والرغبات. أنا بتذكر واحد من القاعدين هنا مرة كان زعلان جدا من واحد من ناس الحكومة، قال لي والله جسمك ده أحسن من الراجل ده فلان. قلت له يا أخي دي كلارا. والله هو قاعد قلت له ما أعرف جسمك أنت بعدين يعني حقيقة أنا والله سمعت إنه يعني في جسمك كلارا
بس هو الناس المرتاحين شديد وكده وكويسه. فلغايه ما مشيت بعرف بكم، لكن لما قال لي المبلغ وكان كبير والله مزعجت جدا، لا تشتري. لكن عرفت انه ما فيها فرق والله بين جسمته وجسمه زوجته، يعني ما قادر اثبت انه يعني حقيقه في مشكله في الرباط. لكن اهم من كده في سؤالين مهمات انت قلتهم. انا سالت اكثر من زول قلت له يا اخي انا من جيت البلد دي كنت فري، انا كنت شديد جدا عجبان جدا حكايه البنك بتكسر فيا كبيره. افتكرت دي يعني اسرع طريقه. طبعا جيت حديث ولسه انا مفلس يعني ماليين على الاغلب، فكنت حقيقه مركز جدا انه ناخذ سلفيه من، لانه افتكرت ده وسيله جدا للادخار، انا باخذ مبلغ كبير جدا وانا عارف انه ممكن احفظه حقيقه من غير ما اصرفه وبعدين ادفع اقساط. اي زول نصحني قال لي ما تعمل عمل. فما هو الريسك من انه ناخذ سلفيه كبيره مثلا من البنك وادفع بالاقساط؟ انا ده بكون ادخاري بالغ. الحاجه الثانيه الفرق بين الوديعه وبين الفيكس اكاونت، المبلغ اللي بتحطه زي غير في حاجه اسمها غنى، وانا سامع بها في ابو ظبي الاسلامي، دي معناها بتدخل قروش او في اي بنك ما فيها شيكات وكده. انت كنت حق الزول عمله ما يعني ما يخلي قروش تنقص استثمارها في وديع. ما هو الفرق بين الوديع وبين القروش اللي اخذتها؟ شكرا جزيلا. طيب معلش بس هل حندي اخر عشان لانه الزمن كمان الدنيا بدات تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أول شيء يعني أنا بحيي باشمهندس عمار. ما عايز احكي تجربة لنا عايز دايما حاجة، لكن مثلا من انا سنجل في السودان بدون فلوس يعني ما كنت بفكر في ان انا مثلا اشتري الحاجات انا مثلا فستان شو ما بعرف ريحة اكون كده. والله العظيم حقيقة بتكلم الحاجة كنت بعملها بشوف في بيتي ناقص، شوف في بيت ناس امي شنو ناقص، ناقص مكبابي امشي اشتري تبابي امشي اشتري صواني امشي الحاجات الكده. جيت تزوجت وجيت البلد دي عاطف شاطر، جيت تزوجت البلد دي في البلد دي جيت خلاص. طبعا اي حاجه كنت يعني ربنا طلع لقينا السودان الحمد لله يستنى بحب السودان جدا، لكن جيت هنا دايره اعيش بصراحه يعني اعيش حسب المستوى بتاع دوله الامارات والعرب المتحده، ما دايره اعيش وانا في عيشه ضاقه لسببين وعاطف عطا الله اتفق معي في الحته دي. احنا عايشين عمر معين يعني ربنا يدينا الصحه والعافيه يعني امين. الواحد ممكن حسين ولا دكتور مرتضى الغالي قال المصريين ضرب مثال المصريين عارفين انهم حيعيشوا فتره ويمشوا، لكن هل هم عاشوا حقيقه الايام بتاعتهم دي عيشه ولا عيشه ضنكه هم اللي عاشوها؟ انا ما دار اعيش عيشه ضنكه لانه انا ما عارفه عمري انتين، هل حارجع بصندوق؟ هل حارجع اعيش ايام الامر اكل كويس اشياء كويسه اتمتع في حياتي مع زوجي مع اولادي؟ لا مشكله مع الحمد لله الوقت عمل لي بيت في السودان الحمد لله رب العالمين، لكن ما بنسى ان انا هنا عايشه اعيش يعني اعيش العيشه معقوله يعني. الشيء الثاني ان احنا مثلا كسودانيين بيتنا 24 ساعه بيكون يعني كان في رجال يعني يتغدوا معي ممكن الحاجه لو ما كانت متوفره في البيت انا ما حقدر ايميديتلي اعمل الحاجه سريع والحمد لله رب العالمين اي شيء بعمله as soon as possible بيجي لي السفره دي قاعده اول حاجه الحمد لله بتملى العين كويس يلا الحاجه دي ما ساي برضه تكون في عده انا ما امشي ليله السوق اقعد اشتري عده اشتري تقيم عشان اشتري شنو ما اسراف معناها ان انا اسرفتها هو حيجي يطحن الرقبه العده اللي شافها والحاجات والله يا اخي يا سلام عليك يا عملت يعني فرحتين قدام اصحابي والحاجات زي ايش الشيء اللي انا بعمله حقيقه يعني ما انا بعدين انا بسال سؤال بكل صدق بكل امانه انا ما بقول الكلام بعمله
يعني لكل الناس كويس. هجوم كان يعني شديد اللهجة على المرأة السودانية. بالعكس المرأة السودانية أنا في رأيي الشخصي إنه إذا كان البارتنر بتاعي أوكي معي وجا قال لي والله إلهام أنا بصرف كده 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 أنا بمشي ولا دايرة ذاته منه عشان أدي فرصة مثلا يكون يدس مني والله مرتبه كم ولا مثلا عملنا كده لا أنا حسب حاجتنا نحن وأنا بحب الشوبينج صراحة يعني كويس لكن في الحدود والله إحنا عصيم في الحدود مثلا لما أحس إنه عندنا فلوس ما مش أشتري لما أحس ما عندنا فلوس يعني توصل إكستين أي بنوقف كويس أي لكن الحمد لله أكون مش متوفر في البيت كده هسي أنا إذا سألت سؤال بصدق بأمانة لكل أخواني قاعدين دين هل في مثلا واحد بيكون كده بيجي يقول لي مرتب يا أخي أنا بصرف 30,000 الفكرة في راسه لا البلدي خلاني يعني بس اديها قروش تمشي تشتري حاجات الدائرة لا ها يلا في حتة زي ايه؟ احنا ما عندنا المنتاليتي هسه انتوا قلتوا مثلا المرأة قال استاذ ابو قناية قال المرأة انت ما بعرف هاي المرأة ايوه استمر استمر المرأة طيب سوري السيدة السيدة السودانية ما هو قال المهم يعني التوفير والأشياء زي دي المفروض الإنسان بحس إنه الإنسان عايش يعيش فترته بدل يرجعوا صندوق ويكونهم ما عاشوا ولا ثانية لا مع أولاد ولا مع كده وقوم أقول أنا هنا في الناس عندهم تجارب غير أقعد أنتوا هنا الراجل يشتغل يسافر أولاده كندا يسافر ليه يسافر أولاده كندا يسافرهم باريس ويسافرهم وين 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 عشان يقول لك نضمن 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 والحاجات تمشي غلط ما من الأول يكون في اتفاق بين المرأة وبين الراجل عشان يعيشوا سوا برا بحر الجو ده بالنسبة بتاعنا نعيشوا مع بعضنا وربنا مدى في أجلنا مع بعضنا لا ما معقول كويس بعد ده في جمل تانية في جمل تانية معلش يا عمر في جمل تانية اللي هو السودان أهلنا مثلا بيضربوا لك من السودان والله واقع لنا بيت والله عامل لنا كده انت ما حتكون واقف حطوا في اليدين حتى لو بدي انت بتودي ما نحن ما عندنا ما في ثقافتنا نحن والله الليله ما في فلوس حنرسلها كلمه لا دي ما في عيب شينا في حدنا صح ولا ما صح؟ لكن ما تكون كل حاجه انت والله المره ما بنقول لها والمره بشيل بتصرف والمره انا بدي قرناطه المره دي والله قلبها على اي رجل وكان مسكت اي مره في الدنيا دي بيكون همها بيتها واولادها وراجلها شكرا جزيلا صول الديفنس طبعا احنا والله احنا يعني اخذنا جدا والتزامنا في المنتدى هنا شنو سؤالك بس يعني 30 ثانية معلش عشان بس الزمن بتاعنا والناس ما حد سهر معركة لا لا ما حد السلام عليكم ورد سهرنا بالله والله انا ما عندي سؤال لكن عندي ملاحظتين عايزة اقول الملاحظة الأولى عن الإخوة نحن عندنا ابتداء عن الحكومة الإسلامية نعم فكثير من الناس بيمشوا البنوك الإسلامية وما عارفين النظام الإسلامي اللي بيشتغل كيف وإذا بتدخل السلفية السلفية دي في فترة محددة بنسبة محددة هي نفسها نفس في البنوك التقليدية كما قلنا الربوية بتجي مثلا في أثناء الفترة أنت بتكون جهد بروج عايز تسدد جدا عايز تسدد ففي لحظة يبدأ في عودة الربح لطول المدة يعني ما رحت السلفية لعشرة مثلا سنين يعني بعد 3-4 سنين عايز تسجل عايز تمشي بدأ في عودة الربح لعشر سنين ما في كومبرومايز في الوقت فيه إن البنوك العادية بتدفع بس للفترة حقت الخمس سنين وبتدفع غرامة السداد مبكر كويس دي النقطة النقطة الثانية للأخ اللي يتكلم عن الاستثمار في الذهب صح الذهب هو إذا رخيص ممكن تستثمر فيه لكن لما يكون الذهب عالي جدا ممكن فجأة الذهب ده ينزل أنت أخذت 200 يعني نحن في الفترة أخذنا الذهب ب 23 اليوم الذهب ب 195 احتمال الاختصار العالم حسب بيعه انت عارف الذهب ده منزل تاني
لأنه هو بمشي بعكس الاقتصاد. بعيد كلما الاقتصاد كان منتعش كلما كان الذهب منخفض لأنه في بدائل أخرى. فهو ما مثل استثمار مثالي. ما ليس يقوله أهلنا هو زينة وخزينة. فنلبس في الزينة في ساعة الحوجة نحن حسنا. هل كان سعر مناسب للبيع ولا حاصل فيه؟ ويت النقطة الثالثة. طيب يعني لازم تخلي في حسابك مبلغ معين. قد يكون المبلغ مثلا 5000 قد يكون 10000 لازم يكون موجود في حسابك طول الوقت. ما تعمل سحب على المكشوف مطلقيس المبلغ لانه على عليه غرامه قد تصل ل 5000 قد تصل ل 3000 كل شهر معلوم يكون الرصيد حتى الان. طيب انا ما كنت عايز اعلق على الملاحظات والكلام اللي قال، لكن في كلام مهم جدا يعني لازم نترد عليه. وابدا يمكن يعني السوليد ديفنس بتاع الجندريات. انا بس هنا يمكن كلنا موجودين، انا يعني انا اريد الامارات 2001 و يعني شفت اجيال من السودانيين وشفت بيوت بتاعت سودانيين في عايشين في الامارات بيوتهم في السودان. للاسف التجربه الحاصله اليوم انه معظم الناس بنوا بيوت لكنها مغفله مغبنه. والتجربه انه الكلام ده تم على حساب نمط حياته في البلد وتم على حساب تعليم اولاده وتم على حساب اشياء كثيره جدا. مشكلتنا احنا يمكن ده تعليق على جزء من كلام الدكتور مرتضى، احنا كسودانيين ما قادرين ندرك او نستدرك انه احنا في هجره دائمه. احنا ما هجره مؤقته. تصنيفنا حتى في المنظمه العالميه للهجره احنا حاليا الحاله اللي عايشين فيها دي اسمها هجره دائمه. لما نتكلم عن هجره دائمه بيختلف عن المصري ومهما كان في احسن وضع عنده فتره زمنيه محدده لانه بلده في انتظار وبلده تهيئ له السبل والامكانات اللي بتخليه انه يعيش معزز مقرب مهما كان حجم ادخاره واستثماره. لكن وللاسف يعني اذا كان انا يعني ما كنت حقول الكلام ده لو الوضع الموجود عندنا في السودان وضع مناسب للناس انها تعيش فيه بقيه عمرهم. المهم اننا نوجد التوازن المناسب لانه يعني فعلا احنا في انماط بتاعت حياه السودانيين فيها تبذير شديد جدا. وانا شفت برضه السودانيين كثار جدا بيشتغلوا عفش من الاساس المستعمر. وشفت السودانيين كثار جدا حتى من عندهم برضه يعني بيقعدوا بقى في الارض موجود على فكره مش موجود. وعلى فكره انماط حياه السودانيين في الامارات تغيرت وانا شاهد عليها بعد 2004 2005 لانه في سودانيين من اول الثمانينات ما زادت مرتباتهم الا في 2007. كل معظم السودانيين كانوا عايشين على يمكن يعني زي ما بيقولوا حق الكفاف لان هم في ذهنهم السودان في ذهنهم انهم عايزين يبنوا عايزين يقروا عايزين فكانوا عايشين حياتهم بتقشف يمكنهم من انهم يعني يلبوا متطلبات حياتهم في السودان. لكن ده وينطب انه بعد 2010 هسه حاليا حتى الاستثمار اللي اتعمل في بناء بيت في السودان اذا حسبناه بحسابات الليله ورقه وقلم استثمار خاص مع احترامي الشديد يعني. انا واحد من الناس عموما مهم جدا اننا نتعامل مع وضعنا ووضع الهجره الدائم ده نتعامل معه بحذر ونتعامل مع ظرفنا في السودان ونضع في اعتبارنا اوضاع اطفالنا للمستقبل. ودي مثلا مهم جدا الموضوع بتاع الفرق ما بين الوديعه والادخار. ممكن مهم جدا اننا لما ناخذ تمويل نفرق ما بين دعاء
تكلفه او حتى يعني الخطى الوديعه، لانه الوديعه الفيكس تايم ديبوزيت اللي هو الوديعه الثابته او الوديعه الجاريه زي ما مثلا قبل شويه السعر الفائده على الوديعه طبعا. وهنا انا طبعا ما يعني انا بيك فان في البنوك الاسلاميه، وبعتقد اعتقاد جازم مؤمن به ايمان كامل ما في حاجه بنوك اسلاميه، لكن عموما الموضوع ما هي فرق ما بين ما بين ما بين تمويل اسلامي والتمويل العادي الا في بعض الشروط اللي هي فيها تحايل على مساله انه دي اجاره ولا دي مزارعه ولا مصانعه ولا مرابحه ولا ايا كان اسمها، في نوع من التحايل موجود. لو مهم جدا انه بس انا صح معلومه، بس الايرلي ستلمنت ما قصر على البنوك الاسلاميه، في بنوك اسلاميه اللي بتدي الايرلي ستلمنت كويس، في بنوك اسلاميه ثانيه بتفرض شروط في الايرلي ستلمنت، وفي بنوك تقليديه او الكونفشنال بانكينج بتفرض شروط يعني قاسيه جدا جدا على موضوع الموضوع ما قصنا على 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 البنوك الاسلاميه. بالتالي انا بالنسبه لي ما يفرق ما بنك اسلامي وبنك ما اسلامي الا حاجه، لانه شروط التمويل او شروط الوديعه ما علم ثابت. كل بنك سياسته الاستثماريه او سياسته في التعامل مع في التمويل الشخصي او في التمويل بتاع المؤسسات بتختلف من بنك للتاني. وبالتالي عشان كده انا قلت انه مهم جدا اننا نعمل الهوم وورك بتاعنا في اي عمليه استثماريه او عمليه بتاع التمويل من اي بنك، اذا كانت وديعه ولا اذا كانت احدى. في الوقت الحالي الودائع في لما يكون الاقتصاد مزدهر غير مطلوب، لانه الوديعه حيكون سعر الفائده بتاعها قليل، لانه اسعار الفائده دائما تتناسب تناسب عكسي مع ازدهار الوضع الاقتصادي الموجود، وبالتالي تبحث عن بدائل استثماريه ثانيه. اذا كان انت بتشتري العقار في مكان ما ولا بتستثمر في اي حاجه ثانيه. الذهب كمان مهم جدا، انا برضو اختم بموضوع الذهب اذا في موضوع الذهب افضل السبائك من الذهب اللي هو يلبس او المصنوع، لانه قيمه السبيكه اعلى من الذهب المصنوع. والسبائك يمكن برضو للخال قاسم، السبائك في اليوم بعض البنوك عندها يعني خدمه انك لما تشتري عدد من السبائك البنك ممكن يخزنها لك. افضل استثمار حاليا موجود استثمار السبائك. وعلى فكره حاليا في بعض المورات في كايوسك في ماشينز ممكن تشتري منها سبائك ذهب، وسبائك الذهب دي منتشره على فكره في العالم كله موجوده، وممكن تشتري منها بالقدر اللي انت عايزه بالقدر الممكن. موضوع الراتب والمصارحه افتكر ما عاد اليوم في مشكله في انه يعني الديسكلوجر بتاع المرتب ده ما عاد سر، ما اعتقد انه سر اليوم، لانه يعني على فكره النسوان كلهم عارفين الرينج، والنسوان كلهم حس في يعني في ابو ظبي مجتمعات نسوان ابو ظبي عارفين الفرق بين الدرجه الرابعه والدرجه يعني عارفين كويس. اي مره والله يعني يمكن يعني العايش في ابو ظبي والعايش في الامارات عارف انه النسوان عارفين انه الرجال بياخدوا كم، والراجل اذا قال ما قال مرعى. فبالتالي ما 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 ندخل نفسنا في في معركه ما 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 في ما في ما في ما في ما في ما في مكان. عموما انا بفتكر انه يعني المحاضره دي انا بالذات استفدت منها استفاده شديده، اتمنى ان شاء الله باذن الله نواصل في نفس الاتجاه، وشكرا لكم.